نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغ الأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. أنا سعيد جدا أن أنا أبقى معاكم النهاردة إن شاء الله، وأسأل الله أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إن شاء الله. أحب أعرفكم بنفسي في الأول، أنا اسمي عمرو عبد الرؤوف، مدرس الفارماكولوجي في صيدلة الزقازيق، والنهاردة إن شاء الله هنبقى سوا في جزء خاص بالنيفرولوجي. طبعا أنا في الأول حابب أشكر الدكاترة القائمين على الموضوع دوت، لأن أنا شايف إن ديت حاجة كويسة جدا، نستخدم يعني بعض التقنيات الجديدة في إن إحنا نحاول ننشر المعرفة والعلوم الصيدلية بتاعتنا، ونحاول نستفيد منها على قدر المستطاع إن شاء الله. كده يا جماعة الصوت واضح؟ تمام، نكمل إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله في الموضوع بتاع نيفرولوجي إحنا هنتكلم في موضوعين. الموضوع الأولاني بأمر الله هنتكلم على حاجة اسمها الأكيوت كيدني إنجري أو الأكيوت فيلير. بس قبل ما نبتدي نتكلم على الموضوع دوت بالتفصيل، قبل ما نبتدي نتكلم عن الموضوع دوت بالتفصيل إن شاء الله، حابين إن إحنا نسترجع بعض المعلومات الأساسية اللي هي ممكن تفيدنا بعد كده إن شاء الله. فإحنا إن شاء الله لو عرضنا الصورة ديت، طبعا الصورة دي كلكم أنتوا عارفينها، هي صورة للنفرون. أنتوا طبعا عارفين إن النفرون دوت بيتكون من أجزاء مختلفة. النفرون هو الوحدة اللي بتبني الكدني، ولو جينا نتكلم عن الكدني بصورة عامة، أنتوا كلكم عارفين إن الوظيفة الأساسية للكدني، إحنا كنا بنقول إن حضراتكم كلكم عارفين إن الكدني الوظيفة الأساسية بتاعتها إن هي مسؤولة عن عملية الإكسكريشن. طبعا الإكسكريشن الخاص بالتوكسينز، الإكسكريشن الخاص بالووتر، الإكسكريشن الخاص بالسبستنس اللي موجودة في الجسم كلها. طيب هل في وظائف تانية موجودة للكدني أو الكدني بتقوم بيها؟ عندنا وظائف تانية، إن الكدني بتلعب دور مهم في عملية الميتابوليزم، لها اندوكراين فانكشن، على سبيل المثال بيحصل ريليز منها لبعض الهرمونز زي الرينين، بيحصل برضو ريليز لحاجة اسمها الاريثروبويتين، دوت بيخش في عملية اللي هو السنسس بتاع الار بي سيز. ان شاء الله لما نيجي نتكلم في المحاضرة الجاية لو ربنا احيانا هنعرف الدور المهم في عملية الانيميا في الاشخاص اللي بيبقى عندهم كرونيك كيدني ديزيز. طيب لو جينا نبص على النفرون دوت وجينا نشوف ازاي الكدني بتبقى مسؤوله عن عمليه الاكسكريشن، هنلاقي ان الكدني بتقوم بثلاث وظائف اساسيه جدا. في حاجه اسمها عمليه اللي هو، لو جينا طبعا نبص تاني على الشكل اللي قصادنا، بنقول ان الكدني بتقوم بثلاث وظائف اساسيه او بثلاثه فانكشنز اساسيه. الحاجه الاولانيه اللي هي عمليه الفلتريشن، المقصود بعملية الفلتريشن ان هي بتقدر تعمل فلترة لكمية البلط او للبلط اللي بيعدي عليها من الجلوميرولوس اللي هي موجودة في الحتة ديت هي كده الجلوميرولوس المفروض اللي بتبقى مسؤولة عن عملية الفلتريشن للبلط اللي بيعدي عندها. بعد كده في وظيفة تانية اساسية، الوظيفة ديت اسمها السكريشن، والمقصود بالسكريشن احنا عندنا هنا الجزء دوت اللي هو اسمه البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، المفروض ان هو بيبقى فيه سيستم خاص بيبتدي يحصل فيه سكريشن دايركتلي للحاجات اللي موجوده في البلط او في موجوده في البلازما اللي هي بتبقى محوطه بالجزء دوت عن طريق حاجه اسمها البيريتيوبيول فيسلز. بيبقى عندي تو سيستمز، سيستم اللي هو بنقول عليه الانايونيك ترانسبورت سيستم والكاتايونيك ترانسبورت سيستم، الاثنين بيبقوا مسؤولين على انهم يعملوا عمليه سكريشن او ترانسفير للسبستنس اللي موجوده في البلازما في الجزء دوت، والاثنين دول بيبقوا عن طريق الاكتف ترانسبورت. العمليه الثالثه اللي هي بنقول عليها عمليه الري ابزوربشن، عملية الري ابزوربشن بتبقى موجودة مينلي في الجزء الأخير من الكدني اللي هو في الديستال كونفوليوتد تيوبيول،
عمليه الريابزوربشن ديت بتبقى للالكترولايتس او السوليوتس اللي موجوده في اليورين، ممكن تبقى للووتر، ممكن كمان تبقى موجوده لبعض الحاجات زي الجلوكوز طبعا لحد ثريشولد معينه، وبعد كده الريابزوربتيف ميكانيزم ديت ما بتبقاش نافعه مع الجلوكوز بالذات. يبقى اذا في البدايه دي كلها كده نبذه مختصره عن الوظائف، لان احنا المصطلحات ديت هنحتاجها فيما بعد اما نيجي نتكلم ان شاء الله ان ديتيلز في السلايدز الجايه. طيب بعد كده لو انا جيت اسال اقول دلوقتي انا لو حبيت اعبر عن الكيدني فانكشن، يعني لو حبيت اقول الكيدني فانكشن كده مظبوطه ولا مش مظبوطه، الشخص دوت الكيدني بتاعته شغاله كويس او مش شغاله، هنلاقي ان احنا عندنا في بعض الحاجات اللي انا ممكن استخدمها، زي مثلا حاجه اسمها الجلوميرولار فلتريشن ريت. الجلوميرولار فلتريشن ريت هو المقصود بيه الكاباسيتي بتاعه الجلوميرولس ان هي تعمل فلتريشن تمام كده للبلازما، قد ايه من البلازما في اليونت تايم. الجلوميرولار فلتريشن ريت دي حاجه ما اقدرش ان انا اقيسها كده لوحدها، لكن بقدر اعبر عنها عن طريق بعض الكومباوندز او بعض الكومبوننتس اللي هي ممكن تبقى اندوجينس او ممكن تبقى اكسوجينس. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا دلوقتي ممكن اشوف عندي ماده داخليه في الجسم، الماده دي بيحصل لها فلتريشن في الجلوميرولس يعني في الحته ديت، بعد كده بتبتدي تعدي في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول اللي هي هنا، تبتدي تمشي في بقيه اللينك اوف هنري، وبعدين تبتدي تعدي لحد ما يحصل لها اكسكريشن بره الجسم. طيب انا الماده دي هتفيدني في ايه او هستفيد منها ايه بعد كده؟ هقدر اشوف ان الجلوميرولس ديت هتقدر تفلتر قد ايه من الماده ديت طول ما البلط بيحصل له ان هو يعدي او بيحصل له برفيوجن للكدني، بيعمل برفيوجن للكدني. اشهر ماده بنستخدمها او اللي هي اندوجينس بتستخدم عشان اعبر بيها عن الجلوميرولار فلتريشن ريت هي ماده الكرياتينين. الكرياتينين دوت بيبقى جاي من الميتابوليزم بتاع المصل، والماده ديت اللي انا بختارها بيبقى لازم لها خواص معينه. الخاصيه الاولانيه ان هي بيحصل لها فري فلتريشن خلال الجلوميرولاس. الحاجه الثانيه ان هي ما يكونش بيحصل لها ري ابزوربشن، ما بتكسرش جوه الكيدني، ما بيحصلهاش ميتابوليزم جوه الرينال تيوبولز، بحيث ان انا اقدر اقيسها، وبالتالي اما بقيسها في اليورين ابتدي اعبر عنها عن طريق اشوف الكيدني عملت فلتريشن لها قد ايه. في مواد تانية اكسوجينوس، في عندنا مواد كنا بندرسها في الكليه زمان زي الانيولين، في حاجه اسمها الايوثالاميت او الايهوكسول، هي بعض المركبات اللي هي بيحصل لها فلتريشن، المريض ممكن ياخدها او اللي انا عايز اقيس له هو الجلوميرولار فلتريشن ريت بياخدها، بعد كده ببتدي اشوف النسبه اللي حصل لها فلتريشن قد ايه. طيب يبقى احنا وصلنا كده ان الكرياتينين هو من الحاجات الاساسيه اللي بستخدمها عشان اوصف بيها او اقدر اوصف بيها قدره الكدني، وهل الكدني ديت هيلثي ولا مش هيلثي. طيب من القياسات برضو الثانيه اللي هي السيروم كرياتينين. طبيعي ان انا لو كان الكرياتينين دوت بيحصل له فلتريشن اكسكريشن عن طريق الكدني، يبقى اذا في علاقه ما بين القدره بتاعه الكدني او الهيلث بتاعه الكدني وكميه الكرياتينين اللي موجوده في السيروم. بمعنى ان انا عندي النورمال سيرام كرياتينين في الاشخاص الطبيعيين سواء ميلز او فيميلز بيتراوح من نص ل 1.5 مللي جرام على الديسيليتر، المفروض ان هي ديت كده النسبه الطبيعيه. وبالتالي لو حصل لاي سبب من الاسباب ديكلاين في الكيدني فانكشن، طبيعي ان عمليه الفلتريشن بتاعه الكرياتينين خلال الجلوميرولس هيحصل لها ان هي هتقل. معنى ان هي هتقل يعني قدره الكدني ان هي تخرجه بره الجسم هتقل، يعني معنى كده ان السيروم كرياتينين هيزيد. يبقى اذا في الحاله ديت انا لما باجي اوصف الكدني فانكشن ممكن استخدم كذا حاجه زي ما قلنا، ممكن اعبر عنها بحاجه اسمها الجلوميرولار فلتريشن ريت، وبعد كده هنفهم ازاي بعد كده ممكن اقيسه، وبعد كده عندنا حاجه ثانيه زي السيروم كرياتينين. يبقى دي كده كانت مقدمه سريعه عن الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها او نحتاجها في اللي هي الايه السلايدز الجايه. لو ابتدينا بقى نخش في الموضوع بتاعنا اللي هو الاكيوت كيدني انجري، المقصود بالاكيوت كيدني انجري ان هو حصل ديكلاين في الفانكشن، واحنا اتفقنا ان الفانكشن هنعبر عنها بحاجه اسمها الجلوميرول فلتريشن ريت. طيب بما انه اكيوت يبقى ده معناه ان الفتره اللي بيحصل فيها الديكلاين في الفانكشن دي بتبقى فتره صغيره، ممكن تبقى في خلال ساعات او في خلال ايام او في اغلب الاوقات ممكن تستمر لبعض اسابيع.
طيب معنى ان حصل ديكلاين في الكيدني فانكشن ده طبيعي ينتج عنه ان الفانكشن بتاعت الاكسكريشن يبقى ده معناه ان في اكيوميليشن لويست برودكت، كمان بيبقى فيه فوليوم اوفر لود، والمقصود هنا بالفوليوم اوفر لود يعني قدره الكيدني ان هي تخرج الووتر بتقل، وده معناه ان بيبقى فيه ووتر ريتنشن وممكن يبقى فيه اديما مصاحبه للحاله دي. طيب الى الان انا عايز اشوف ايه البارامترز اللي بتعرف لي ان الشخص ده حصل له اكيوت كيدني انجري. هنستخدم المارك 2 ماركرز اللي احنا لسه متكلمين عليهم، اللي هو الاولاني منهم اللي هو اسمه السيروم كرياتينين. يبقى في الحاله ديت انا هعرف الاكيوت كيدني انجري على انها حاله بيحصل فيها ان السيروم كرياتينين بيرتفع بمقدار نص مللي جرام على الدي سي ليتر. دوت في الاشخاص اللي هم في الفتره اللي فاتت يعني سابقا كانوا نورمال. لما جاي عند الشخص دوت حصل عنده اكيوت كيدني فيلير، فمثلا اثناء اللي هو الادميشن في الهوسبيتال على سبيل المثال هلاقي مثلا ان الكرياتينين بتاعه السيروم كرياتينين طبيعي في الرينج اللي هو 1 مللي جرام على الدي سي لتر، بعد يومين من قعده في المستشفى نتيجه ان هو خد دراج معين او حصل له انفكشن بشكل معين ابتدى يحصل له اكيوت كيدني انجري، وبالتالي لما جيت قيسته اللي هو السيروم كرياتينين لقيته وصل ل 2 مللي جرام على الدي سي لتر. يبقى اذا في الحاله ديت هقول ان حصل زياده بنص مللي جرام على الدي سي لتر واقول ان حصل عنده اكيوت كيدني انجري. النص الثاني من التعريف بيوصف لي الاكيوت كيدني انجري في الاشخاص عيين، لا ده الاشخاص اللي كانوا بيعانوا من كرونيك كيدني ديزيز، عنده مشكله مسبقه قبل كده في الكيدني. طب هو اصلا الاثنين ممكن يحصلوا مع بعض؟ اه ده ممكن واحد يكون عنده كرونيك كيدني ديزيز ويحصل معاها كومبليكيشن او يحصل ان هو يجي معاها اكيوت كيدني انجري. في الحاله ديت بقول او بعرفه على ان هو زياده في السيروم كرياتينين بتبقى اعلى من 1 مللي جرام على الدي سي لتر في الابسوليوت فاليو بتاعه. يعني الشخص اللي عنده كرونيك كيدني ديزيز السيروم كرياتينين بتاعه اصلا عالي، يعني ممكن يوصل مثلا 3 او فيما فوق. ففي الحاله ديت هلاقي ان عشان اقول ان هو حصل له اكيد كيدني انجري لابد ان هو الابسوليوت فاليو بتاعته مثلا هتوصل 4 او 4 وشويه في الحاله دي ان هو حصل له اكيوت كيدني انجري. ده تعريف مبدئي للاكيوت كيدني انجري. في عندي تعريف ثاني دوت خاص بحاجه اسمها الاكيوت كيدني انجري نتورك. الاكيوت كيدني انجري نتورك برضه حط التعريف، التعريف ده ما يختلفش كتير عن اللي احنا لسه قايلينه، بس ديت عباره عن اورجنايزيشن لها تعريف خاص بيها بتقول ان هو عباره عن ابسوليوت انكريس في السيروم كرياتينين بمقدار 3 من 10 مللي جرام على دي سيلتر في خلال اليومين اللي فاتوا او ال 48 ساعه اللي فاتت، او هيبقى زياده 50% انكريس في البيز لاين. يا اما هقيسها بالبرسنتج او هقيسها بالابسوليوت فاليو، يعني هشوف نسبه الزياده قد ايه او هشوف زادت القيمه بتاعته قد ايه. الحاله الثانيه او الحاجه الثانيه برضو اللي بيقول ان حصل بيها اكيوت كيدني انجري اللي هي اليورين اوتبوت. طيب هو اليورين اوتبوت دوت اللي هو كميه اليورين الانسان بيقدر يطلعها خلال اليوم. طيب هو اليورين اوتبوت بتاعنا دوت الرينج الطبيعي بتاعه كام؟ اليورين اوت بوت الرينج الطبيعي بتاعنا بيوصل حوالي 1200 مللي على ال 24 اور. يعني في خلال اليوم الانسان اللي هو الطبيعي في الافريج بتاعه بيطلع حوالي 1200 مللي من اليورين. دوت لشخص المفروض ان هو وزنه اللي هو نورمال في الحاله دي اللي احنا بنقول عليه 70 كيلو. لو جيت اقسم ال 1200 دولت على الساعه وبعد كده اقسم القيمه ديت على ال 70 هيطلع لي اللي هي القيمه اللي معروضه قدام حضراتكم اللي هي بالملي على الكيلو جرام على الاور. القيمه الطبيعيه اللي انا لسه قايلها هي ال 1200 ديت، يبقى يعني انا لو حبيت اكتبها عشان ما نتوهش من بعض احنا بنقول ان الشخص الطبيعي المفروض ان هو بيطلع 1200 ملي لتر على ايه ال 24 ساعه، ودوت لو كان الشخص وزنه 70 كيلو جرام. لو انا حبيت اعبر عن القيمه ديت بالاور يعني في الساعه الواحده يبقى طبيعي هنقسم ال 1200 على ال 24 وبعد كده نقسمهم على ال 70 هتطلع القيمه المكافاه اللي انتوا عملتوا القصه دي 80% ملي على الاور لكل كيلو جرام. لو لاحظتوا هنا الفرق ما بين القيمة الطبيعية يبقى احنا قلنا هتبقى 89 هتبقى القيمة بتاعتي 89 مللي 89% مللي بالكيلو جرام بير اور. لو جينا قارنها بالتعريف بتاعنا هنعرف ان الاكيوت كيدني انجري ان هي ان اليورين اوت بوت هيوصل لكميه اقل من نصي
على الكيلو جرام بير اور، بس لازم تستمر الحكايه ديت لمده 6 ساعات. يبقى دي كلها تعريفات بقدر اعرف بيها ايه المقصود بعمليه الاكيوت كيدني انجري. بعد كده عندنا حاجه ثانيه ممكن توضح لنا الحاجه اللي بعد كده، اللي هي ازاي اعمل ستراتيفيكيشن او ازاي اعمل تقسيم للي هو الكيدني انجري طبقا برضه للاكيوتني انجري نتورك. هم حطوا كده تربيه الموضوع ده في كلمه اسمها رايف، هي عباره عن ابريفيشن لريسك وانجري وفيلير ولوس والاند ستيج رينال ديزيز. يبقى احنا عندنا المرحله الاولانيه ريسك، الانجري، المرحله اللي بعدها فيلير، المرحله اللي بعدها لوس، والمرحله اللي بعدها اند ستيج رينال ديزيز. ايه اللي هيتحكم لي او ايه اللي هيعرف لي الحاجه دي؟ زي ما احنا لسه قايلين الجلوميرول فلتريشن ريت، ادي اول حاجه، السيرم كرياتين. اذا في كرايتيريا تبع الحاجتين دول، وفي كرايتيريوم ثانيه اللي هي خاصه باليورين اوت بوت. بيبقى الشخص في مرحله ريسك لو السيرم كرياتينين بتاعه عالي عن 50% من البيزل فاليو، او ان الجلوميرال فلتريشن ريت قل بنسبه 25% من البيزل فاليو، ده مكافئ ان اليورين اوت بوت يكون نزل لنص مللي جرام على الكيلو جرام على الاور، ودي فهمناها دلوقتي جت منين، لمده ما بتقلش عن 6 ساعات. بيبقى الشخص ابتدى يتعرض لانجري لو السيرم كرياتينين ابتدى يحصل له دوبليكيشن، يعني وصل ل 100% زائد في المية، او الجي اف ار قل. وزي ما انتم ملاحظين طبعا ان في علاقه السيرم كرياتينين ما بين الجي اف ار، لان البلون فلتريشن او الفلتريشن مسؤول عن عمليه الاكسكريشن بتاع الكرياتينين. بالتالي لو حصل ان الجي اف ار اللي هو بيعبر عن الكيدني فانكشن قل، لابد ان في الحاله دي السيرم كرياتينين بيزيد معاه. في الحاله دي برضو في حاله الانجري هلاقي ان اليورين اوت بوت ابتدى يقل برضو عن النص مللي على الكيلو جرام على الاور، بس هنا العمليه هتبقى ازيد شويه لمده 12 ساعه. في عمليه الفيلير هلاقي هنا ان السيرم كرياتينين بقى اكتر من 200%، الجي اف ار ابتدى يقل عن 75، او ان السيرم كرياتينين ابسوليوت فاليو بتاعته ابتدت تزيد عن 4 مللي جرام على الدي سي ليتر، وهنا اليورين اوت بوت ابتدى يبقى 3/10 مللي جرام مللي على الكيلو جرام على الاور لفتره 24 ساعه، او ان الشخص انوريك لمده 12 ساعه. هنا معناه ان في لسه في نسبه يورين بتطلع لكنها نسبه صغيره، هنا معناها ان الشخص انوريك يعني مفيش يورين اوت بوت تماما، بس الفتره هنا بتبقى لمده 12 ساعه. بيتنقل بعد كده الشخص لمرحله اللوس لو حصل ان الاكيوت رينال فيلير استمرت لفتره اكبر من 4 اسابيع، ولو استمرت لفتره اكثر من 3 شهور. الحاله دي بنقول ان الشخص بقى يعاني من اند ستيج رينال ديزيزز، وهي ديت حاله الكرونيك كيدني ديزيز. طيب بعد كده ممكن نقسم الاكيوت كيدني انجري تبعا لليورين اوت بوت. عندنا في الحاله ديت احنا اتفقنا ان اليورين اوت بوت بتاعنا هو 1200، الافريج بتاعه 1200 مللي على ال 24 ساعه. ففي الحاله ديت ممكن اقول ان الشخص عنده انوريا لو كان كميه اليورين اللي بتطلع عباره عن 50 مللي في ال 24 ساعه، او ان الشخص اوليجيوريك لو اليورين اوت بوت من 50 ل 500 في ال 24 ساعه. حاضر يا جماعه، انا هحاول ان انا اقلل الريت شويه ان شاء الله. احنا كنا بنقول ان انا ممكن اقسم الاكيوت كيدني انجري طبقا لليورين اوت بوت. اتفقنا تاني ان الافريج يورين اوت بوت في الشخص اللي هو الهيلثي عباره عن 1200 مللي في ال 24 ساعه، الشخص اللي هو له افريج ويت اللي هو 70 كيلو جرام. ممكن اقسم الاكيوت كيدني انجري طبقا لليورين اوت بوت. ممكن اقول ان الشخص عنده انوريا دوت لو كان اليورين اوت بوت بتاعه 50 مللي على 24 ساعه، او ان هو اوليجيوريك يعني كميه اليورين اللي بتطلع قليله من 50 ل 500، او ان هو نون اوليجيوريك يعني كميه اليورين اللي بتطلع 500 اكتر من 500 مللي على 24 ساعه. السؤال اللي بيتسال هنا هو انا هستفيد ايه لما اقسم الاكيوت كيدني انجري طبقا لليورين اوت بوت؟ لا طبعا الفايده هنا بترجع ان الكلينيشنز اللي موجودين لقوا ان هو اليورين اوت بوت بيبقى مرتبط بعمليه اللي هو البروجنوزس بتاع الحاله. كل ما كان الشخص نون اوليجيوريك كل ما كان دوت الاوت كمز او اللي انا متوقعه او ان الحاله تتحسن هيبقى احسن كل ما كان الشخص نون اوليجيوريك.
السبب في كده ان الشخص اللي هو نون اوليجيوريك يعني معناه ان في انجري، لكن الكدني عندها قدره ان هي تعمل اكسكريشن للسوائل اللي موجوده في الجسم، فبالتالي ما بيبقاش في ريتنشن، ما بيبقاش في، وبالتالي بيبقى الاوت كامز بتاعه المريض دوت احسن، او هو يحصل له ريكفري احسن بكتير مقارنه بالحاجات اللي هي او المرضى اللي عندهم انيوريا او اوليجيوريا. طيب حال الاكيوت كيدني انجري، حال الاكيوت كيدني انجري ممكن يبقى لها كومبليكيشنز، يعني انا بخاف منها ليه؟ الاكيوت كيدني انجري زي ما احنا شايفين على الشاشه بيبقى مصاحب لها كومبليكيشنز كتير. في مثلا كارديوفاسكولار كومبليكيشنز، الكارديوفاسكولار كومبليكيشنز اللي ممكن تبقى مصاحبه للاكيوت كيدني انجري زي مثلا الكونجستيف هارت فيلير، زي المايوكارديال انفاركشن، زي الاريثميا او زي الكاردييك اريست. لو ان الناس اللي عندهم اكيوت كيدني انجري 35% منهم ممكن يعانوا من الكومبليكيشنز دي. طيب برضه لو ان نسبه 54% من البيشنز اللي عندهم اكيوت كيدني انجري ممكن يحصل لهم بالمونري كومبليكيشنز. طيب برضه لقوا ان الناس اللي عندهم اكيوت كيدني انجري ممكن يحصل عندهم جاسترو انتستينال سيمتومز زي النوزيا، زي الفومتنج، زي الانوركسيا، وممكن برضه يحصل معاهم جوندس، وديت بتحصل في حوالي 43% من الكيسز اللي عندها اكيوت كيدني انجري. ممكن نسبه من 11 ل 72% من الناس اللي عندهم اكيوت كيدني انجري بتبقى بيحصل لهم مورتاليتي نتيجه اللي هو الانفكشن صاحب الاكيوت كيدني انجري. بعض الناس بيجي لهم انسيفالوباسي او نيوريك انسيفالوباسي نتيجه اللي هو الاكيوميشن بتاع النيوريا، وبرضه بتبقى مصاحبه في حوالي 38% من البيشنت اللي عندهم اكيوت كيدني انجري. اللي احنا عايزين نقوله من المعلومات ديت دوت معناه الاكيوت كيدني انجري هي حاله بتتطلب تدخل عشان احمي بعد كده البيشنت من الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل. طيب بعد كده لو جينا نقسم انواع الاكيوت كيدني انجري في عندنا ثلاث انواع رئيسيه. في عندنا حاجه اسمها الكوميونتي اكوايرد اكيوت كيدني انجري، وفي حاجه اسمها هوسبيتال اكوايرد، وفي نوع ثالث اللي هو اسمه الانتنسيف كير يونت اكوايرد. زي ما شايفين عندنا في بنتكلم على الانسيدنس بتاعها، فبنلاقي ان الكوميونتي اكوايرد الانسيدنس بتاعها بيبقى قليل، الهوسبيتال اكوايرد بيبقى مودريت بيبقى من 2 ل 5%، ويبتدي في الانتنسيف كير اكوايرد يزيد من 5 ل 6%. ودوت بيبقى طبيعي لان البيشنتس اللي بيبقوا هوسبيتال في الهوسبيتال او هوسبيتالايزد، البيشنتس اللي بيبقوا ثالث نوع اسمه انتنسيف كير يونت اكوايرد، النوعين اللي هم الثاني والثالث البيشنتس اللي هم بيبقوا هوسبيتالايزد او البيشنتس اللي بيبقوا في الانتنسيف كير يونت، طبعا بيبقى في بروسيجر كتير بتتعمل في المستشفى زي عمليه اللي هو الايمجنج، وديت بيحتاجوا لها بعض الكونتراست ميديا اللي هي اصلا بتساهم في الاكيوت كيدني انجري. الشخص نفسه بيبقى عنده كوموربيديتيز ثانيه، بيبقى عنده الفيلد الاولاني بنتكلم فيه عن الانسيدنس بتاع الاكيوت كيدني فيلير، وبنقول ان الانسيدنس بيزيد في حاله الهوسبيتالايزد patients او في حاله البيشنتس في الانتنسيف كير يونت. سبب دوت بيرجع لحاجات ثانيه زي ما قلنا اثناء الايمجنج بروسيجر والحاجات اللي احنا بنستخدمها زي الريديو كونتراست ميديا، في حاجات تانية اللي هو الانفكشنز او كوموربيديتيز اللي بتبقى موجوده في البيشنتس دول، ديت كلها بتساهم ان الشخص دوت بيبقى عنده انسيدنس عالي في الاكيوت كيدني انجري. الفيلد الثاني اللي هو دوت بنتكلم على السرفايفل ريت، زي ما انتم شايفين السرفايفل ريت بيقل كل ما اتجهنا من الكوميونتي للهوسبيتال للانتنسيف كير، الانتنسيف كير يونت اكوايرد، هنلاقي ان اقل سرفايفل ريت اللي هو بيبقى موجود في حاله البيشنتس اللي في الانتنسيف كير يونت. برضو حاجه ثانيه هنلاقي هنا ان الكوميونتي اكوايرد غالبا بيبقى في الاشخاص الهيلثي، وبيبقى سببه ان هو دراج اندوس، يعني ان الشخص دوت
بيبقى ادمنسترينج بعض الدراجز اللي هي بتساهم في عمليه الانجري زي ما هنتكلم عليها بعد شويه بالتفصيل ان شاء الله. طيب يبقى ديت كلها تقسيمات وانواع مختلفه للاكيوت كيدني انجري. نيجي بعد كده جزء تاني. احنا دلوقتي من شويه كده قلنا ان احنا مبادئ اعبر عن الكيدني فانكشن، قلنا ان انا بستخدم السيروم كرياتينين، بستخدم حاجه اسمها الجلوميرال فلتريشن ريت. طيب السيروم كرياتينين لوحده ما اقدرش استخدمه على انه هو السول ماركر لحاله اللي هو الكيدني انجري، يعني ما ينفعش لوحده ماركر كده استخدمه. طيب خلينا نفكر مع بعض ليه السيروم كرياتينين مجرد قياسه ممكن الانديكيشن بتاعه مش يبقى، او اللي هو الحاجات اللي بيديهاني مش بتبقى اكيوريت قوي. السبب في كده ان احنا من شويه قلنا ان الكرياتينين جاي من المصل الميتابوليزم بتاع من الميتابوليزم بتاع المصلز، يبقى في الحاله ديت معناه ان هو الكونسنتريشن بتاعه هيبقى بروبورشنال للمصل ماس. يبقى انا متوقع ان واحد لو المصل ماس بتاعته كبيره بيلعب بادي بيلدينج، طبيعي ان السيروم كرياتينين اللي هو الطبيعي عنده هيبقى اعلى من الشخص اللي هو مثلا بتاع دوت نسبه المصل بتاعته قليله. هلاقيه مثلا في الميلز اعلى من الفيميلز. هلاقي مثلا الشخص على سبيل المثال اللي عنده امبيوتيشن نسبه المصل ماس بتاعته قليله، الشخص الفيجيتيريان، دي كلها حالات هلاقي ان استخدام السيروم كرياتينين لوحده مش كافي ان انا اعبر عن الكيدني فانكشن. عشان كده بنعبر عن حاجه اسمها الجلوميرال فلتريشن ريت. قلنا ان انا بعبر عن الجلوميرال فلتريشن ريت بان انا بقيس الكليرنس بتاع بعض المركبات، سواء المركبات دي كانت حاجات اندوجينس زي الكرياتينين نفسه، بشوف ان الكيدني بتقدر تعمل كليرنس قد ايه من اللي هو الكرياتينين اللي موجود، او حاجات اكسوجينس زي الانيولين وزي بعض اللي هو الدايز زي اللي هو الايثالاميت وزي الايفوكسول. الطريقه بتعتمد على اني كان في فتره ان انا بقيس حاجه اسمها ال 24 اور يورين كولكشن. ديت الطريقه ديت ال 24 اور يورين كولكشن، المفروض ان المريض يبتدي يجمع اليورين بتاعه خلال 24 ساعه، ببتدي اقيس نسبه الكرياتينين اللي موجوده في اليورين، وابتدي اقيس نسبه الكرياتينين اللي موجوده في السيره، وعن طريق معادله بعوض فيها ببتدي اطلع الكرياتينين كليرنس، يعني الكيدني عندها قدره تعمل كليرنس لقد ايه. طيب الكرياتينين كليرنس ده هو اللي مكافئ للجلوميرولر فلتريشن ريت. مشكله ال 24 اور كولكشن ان هي بتبقى متعبه للبيشنت، بتبقى صعبه وبتبقى مكلفه وبتبقى مجهده. عشان كده هم اتجهوا لحاجه اسمها الايكويشنز، ان هم ابتدوا يحطوا لنا ايكويشنز. الايكويشنز ديت ممكن تستخدم في ان انا اقدر اطلع الكرياتينين كليرنس او الاستيميتد كرياتينين كليرنس اللي هو بيعبر لي عن الجلوميرال فلتريشن ريت. في معادلات كتير زي مثلا انتوا زي ما شايفين على الشاشه قدامنا في حاجه اسمها الكوفت جولد، وفي عندنا ايكويشن ثانيه اسمها الموديفايد دايت ان رينال ديزيزز، ديت برضه ستادي اتعملت وقدروا ان هم الاستادي ديت يحطوا لنا معادله. المعادله ديت بتستخدم فاريبلز زي الايج وزي السكس وزي السيرم كرياتينين عشان تقدر تعبر لي عن الاستيميتد كرياتينين كليرنس، وهو دوت اللي بعد كده بيعبر لي عن الجلوميرولر فلتريشن ريت. زي ما انتم شايفين حضراتكم انا حطيت لكم لينكات ديت، لو دخلتوا عليها هتلاقوا المعادلات ديت بالتفصيل. انا دلوقتي هحاول ان انا احط لكم بعض المعادلات على الشاشه بحيث ان احنا نشوف المعادلات ديت بتبقى ازاي او بتبقى شكلها عامل ازاي. دي على سبيل المثال المعادله بتاعت الام ار دي اللي هي موديفايد رينال ديزيزز. زي ما انتم شايفين ان الجلوميرال فلتريشن ريت المفروض ان هو بيساوي 186 مضروبه في البلازما كرياتينين اهوت بيمشي مع بعض،
بتساوي 186 مضروبة في البلازما كرياتينين مطروح منها واحد في 154 من 1000 مضروبة في الاتش، الاتش دي مرفوعة الأس، آسف البلازما كرياتينين مرفوعة الأس ماينس واحد وواحد و154 من 1000 مضروبة في الاتش مرفوع لأس سالب 0.203، ودوت مضروب في 0.742 لو كان البيشنت في ميل، لو البيشنت كان بلاك طبعا الفاكتورز ديت سواء اذا بلاك حاولوا يعملوا كومبنسيشن لاختلاف الماسل ماس زي ما احنا اتفقنا او اختلاف نسبه الكرياتينين اللي بتبقى موجوده في شخص. يبقى اذا كل اللي انا بعمله في الحاله ديت المفروض ان انا الايج عندي معروف، السكس بتاعي هيبقى معروف، البيشنت اذا كان بلاك ولا وايت هيبقى معروف، البلازما الكرياتينين باخد عينه من السيرم وابتدي اقيس فيها البلازما الكرياتينين، بعوض في المعادله ديت يطلع لي الاستيميتد جلوميرولر فلتريشن ريت ديت اللي بحدد منها الكيدني فانكشن، او اقدر اقول اذا كانت الكيدني فانكشن طبيعيه ولا لا. طيب اما نيجي نتكلم في الاكيوت كيدني انجري، المعادلتين اللي هما الكروفت جولد والمعادله بتاعه الدي مش سوتبل خالص ان احنا نستخدمهم في حاله الاكيوت كيدني انجري. السبب في كده ان لما المعادلتين دول اتحطوا اعتمدوا على ان هما يستخدموا نسبه ثابته من الكرياتينين، بمعنى ان لازم يكون الشخص عنده ستيدي ستيت كونسنتريشن من الكرياتينين. انتم ملاحظين ان احنا من شويه قلنا ان اللي عنده اكيوت كيدني انجري نسبه الكرياتينين عنده بتتغير في فتره صغيره جدا، يبقى في الحاله دي السيروم كرياتينين سواء بيحصل له ديكلاين او ابتدى يحصل ريكفري فبيحصل امبروفمنت، فاذا السيروم كرياتينين مش ستيبل فمش مناسب خالص ان انا استخدم المعادله دي. يبقى انتوا لو اي حد منكم بيشتغل في مستشفى كلينيكال وحب يستخدم معادله عشان يحسب الكيدني فانكشن، لو انا بتعامل مع مريض اكيوت كيدني انجري مش مناسب خالص ان انا استخدم المعادلتين دول اللي هي الكوك كروفت جولد او الام دي ار دي. طيب امال اعمل ايه؟ لو انا عندي البيشنت مش انيوريك يعني لسه في يورين اوت بوت بيطلع، طب انا هحدد منين انيوريك ولا مش انيوريك؟ لو رجعنا للسلايدز اللي فاتت احنا اتفقنا ان انا ببص على اليورين اوت بوت، لو اليورين اوت بوت اقل من 50 مللي على ال 24 اور في الحاله دي هقول ان البيشنت انيوري. برضه في حاله ان هو الانيوريا ما اقدرش استخدم معادلات لان المعادلات هتبتدي تعمل لي اوفر استيميشن للكرياتينين كليرنس فتديني حاجه فولس عن الكيس بتاعتي. امال انا اعمل ايه لو الشخص انيوري؟ هقول ان الكرياتينين كليرانس مكافئ في الحاله دي ل 10 مللي على المليت. طيب هل لو الشخص بقى مش انيوريك في معادله مناسبه؟ في معادله بلاتر وجيلفي، المعادله ديت مناسبه اكتر ان انا استخدمها لو الشخص عنده اكيوت كيدني انجري. بالنسبه للمعادله بتاعه بلاتر لو حبينا برضو نشوفها اهي، لو عندي بتكلم على المين هنلاقي ان هو 98 ناقص 8 من 10 مضروبه في الايج ناقص 20 على السيرم كرياتينين، ولو انا بتكلم على وومن في الحاله ديت هيبقى الفاكتور بتاعي 9 من 10. المعادله ديت الاستادي بتاعتها بتعمل بطريقه معينه بحيث ان انا اقدر اتجنب اللي هو التغير السريع اللي بيحصل في السيرم كرياتينين، وزي ما انا قلت لكم اللينكات اللي موجوده في المحاضره لو دخلنا عليها بالتفصيل هنلاقي معلومات اكتر عن طريقه حساب الجي اف ار واستخدام المعادلات ديت اللي هي الاستيميتد جي اف ار والكالكوليشنز بتاعتها. طيب لو حبينا ننقل بعد كده على حاجه ثانيه هنبتدي بقى نتكلم على ازاي نقسم برضو الاكيوت كيدني انجري على حسب المكان بتاعها. انا عندي التقسيم الاساسيه في عندي حاجه اسمها برينال اكيوت كيدني انجري، ومن اسمها يبقى اذا السبب الرئيسي هنا لحدوث الاكيوت كيدني انجري هي حاجه قبل ما اخش على النفرون نفسه او على الكيدني. طيب النوع الثاني هنتكلم عن كل حاجه بالتفصيل بس نعرف الانواع،
حاجه اسمها فانكشنال اكيوت كيدني انجري، ودي زي ما هنعرف بعد شويه بتبقى خاصه بالهايدروستاتيك بريشر اللي موجود في الجلوميرولس نفسها اللي مسؤول عن عمليه الفلتريشن. في نوع بعد كده اسمه انترنسيك اكيوت كيدني انجري، ودوت بيبقى مينلي في التيوبيولز او في الجلوميرولس او في الفيسلز اللي بتبقى موجوده، او بتبقى موجوده في الانترستيشيوم اللي محوط بالرينال بارينكيما. وفي بعد كده نوع تاني اللي هو اسمه بوست رينال، اللي هو من اسمه يعني هيبقى المشكله حاصله بعد ما النفرون او بعد الكدن، وهنعرف على الانواع دي بالتفصيل وازاي بفرق ما بينهم وايه الساينز المختلفه بتاعت كل حاجه. لو جينا نتكلم على البري رينال اكيوت كدن انجري، خلونا كده نعرض اول حاجه ديت، وعايزين نعرض معانا صورة تانية للكدني. طيب زي ما اتفقنا دوت الشكل بتاع النفرون، واحنا قلنا انا عندي هنا الجلوميرولس. الجلوميرولس دي بتبتدي تستقبل البلاد، البلاد دوت بيبتدي اعمل فيه بيحصل له فلتريشن هنا في الجلوميرولس في حاجه اسمها باومانز كبسول، وبعد كده يبتدي عندي حاجه اسمها الترا فلتريت اللي هو بيخش في البروكسمال كونفوليوت تيوبيول، وبعد كده يبتدي في البروكسمال كونفوليوت تيوبيول يبتدي يمشي في اللوب اوف هنري، وبعد كده يبتدي يخش في الديستال لحد ما يوصل لي في حاجه اسمها اللي هو ايه اليوريتر، وبعد كده بيروح على البلادر، وبعد كده بيخرج عن طريق اليوريترا. لما انا بتكلم على حاجه اسمها بري رينال، اذا المشكله هنا ان مش في الكدني نفسها، يعني ما فيش دامج حصل في الكدني. امال الاكيوت كدني انجري حصلت ازاي بقى في الحكايه ديت؟ لو جينا نبص هنا هنلاقي ان المشكله بتبقى جايه ان في حاجه اسمها هايبو برفيوجن في الكدني. يعني ايه كلمه هايبو برفيوجن؟ هايبو برفيوجن معناه ان كميه البلاد اللي واصله الكدني مش كفايه. طيب وايه الاسباب اللي ممكن تخلي كميه البلاد اللي مش واصله الكدني مش كفايه؟ في عندي حاجتين رئيسيتين رئيسيين. في حاجه اسمها سيستميك هايبو برفيوجن. المقصود بالسيستميك هايبو برفيوجن يعني ان يكون حصل مشكله في الانترا فاسكولار فوليوم، كميه البلاد اللي موجوده جوه الفيسلز نفسها، فبالتالي نزل ان واحد فقد بلاد عن طريق الهيموريج، او ان يكون حصل فوليوم ديبليشن، او ان يكون المشكله ناتجه نتيجه ان في حاجه اسمها الافكتيف بلاد فوليوم، او اللي هو الاكتوال فوليوم اللي بيعمل برفيوجن للتيشوز. المرضى اللي بيبقى عندهم بعض الحاجات زي الكونجستيف هارت فيلير بيبقى عندهم مشكله في الكاردياك اوت بوت، فبالتالي الكاردياك اوت بوت هنا بيقل، دوت معناه ان الفوليوم بتاع البلاد اللي في الفيسلز برضه بيبقى قليل. او الاشخاص اللي بيبقى عندهم ليفر فيلير او بيبقى عندهم ليفر سيروزس بيبقى عندهم فازو دايليشن في السبلينكليك اتري، وبالتالي دوت بيقلل من كميه البلاد اللي بتوصل او بتغذي الكدني. يبقى اذا في الحالتين دولت او في الحالات ديت كلها النتيجه او المحصله النهائيه ان في عندي هايبو برفيوجن للكدني، كميه البلاد اللي بتوصل للكدني قليله. او ان يكون الهايبو برفيوجن دوت ناتج ان الرينال ارتري، الارتري اللي بيغذي الكدني حصل فيه ستينوزس، حصل فيه ناروينج، يبقى اذا كميه البلاد اللي بتوصل برضه قال قليله، او ان في ام بلس حاجه سداه وبرضه كميه البلاد اللي بتوصل قليله. طيب اما كميه البلاد اللي واصله للكدني قليله، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عندي كذا حاجه. الحاجه الاولانيه هلاقي ان الكدني بيحصل لها ستيميوليشن وبيبتدي يحصل ريليس للرينال، يعني بيحصل اكتيفيشن لحاجه مشهوره عندنا اللي احنا بنقول عليها الراس سيستم، اللي هو الرينال انجيوتنسن والدوستيرون سيستم. الرينال دوت بيحصل له ريليس وبعد كده بيبتدي يحفز تكوين الانجيو تنسن 1، وبعد كده الانجيو تنسن كونفرتنج انزايم تديني الانجيو تنسن 2. الانجيو تنسن 2 دوت بيبتدي يعمل فازو كونستريكشن ويبتدي يحفز الريليس بتاع الالدوستيرون،
الالدوستيرون دوت بيبتدي يزود عمليه الري ابزوربشن للووتر وللصوديوم. طيب ليه يزود الري ابزوربشن للووتر للصوديوم؟ ما احنا اتفقنا ان في هايبوبرفيوجن، يعني الكدني حاسه ان كميه البلوك قليله، ففي الحاله ديت بيبتدي يزود عمليه الري ابزوربشن بحيث ان هو يزود البلوك فوليوم مره ثانيه. كمان نتيجه الهايبوبرفيوجن اللي موجود او الهيموريج او الفوليوم ديبليشن في الحاله ديت عاليه. دوت بيبتدي يحفز الريليس بتاع حاجه اسمها الانتي دايوريتيك هرمون من البوستيريور بيتيوتري جلاند، ودوت بيزود دوت بنقول عليه انتي دايوريتيك هرمون من اسمه، يعني بيقلل الاكسكريشن بتاع الميه، وبالتالي بيحفز عمليه الري ابسوربشن بتاع الميه من الديستال تيوبيول ومن الكوليكتنج دكت. يبقى اذا ديت الاستجابه لما بيبقى فيه هايبو بيرفيوجن. طيب لو جينا نبص على ايه الساينز اللي مصاحبه نتيجه اللي هو البريرينال اكيوت كيدني انجري، هلاقي ان الشخص الساينز اللي عنده ممكن يبقى فيه هايبوتنشن، ودوت ناتج يا اما من الهيموريج او من الفوليوم ديبليشن، او برضه الشخص بيبقى عنده نوع من انواع الدي هيدريشن او الفوليوم ديبليشن، يبقى دي كلها ساينز. طيب النوع الثاني اللي هو اسمه الفانكشنال اكيوت كيدني انجري. الفانكشن ان المشكله الاساسيه هنا بتبقى في الجلوميرولس. برضه هنا الكيدني ما فيهاش دامج، يعني ما حصلش دامج في الكيدني، الكيدني لسه انتاكت، النفرون انتاكت. امال المشكله بتبقى فين؟ عشان نتكلم عن القصه دي خلونا ننقل على الفيجر ده. لو بصينا هنا ديت اسمها الجلوميرولس، وزي ما اتفقنا دوت الافرنت ارتريول اللي هو بيوصل للجلوميرولس البلوت اللي هو هيحصل له عمليه فلتريشن. طيب عشان البلوت دوت يحصل له عمليه فلتريشن انا محتاج جوه الجلوميرولس ديت بريشر، البريشر ده بقول عليه هيدروستيك بريشر. جاي منين البريشر دوت؟ جاي من اختلاف الضغط في الافرنت والافرنت ارتريولز. طيب ايه اللي هيخلي الضغط مختلف؟ نتيجة الفازو كونستريكشن والفازو ريلاكسيشن. طب برضه ايه اللي هيتحكم عليا ديت؟ بعض الميديتورز اللي بتطلع في زي ما انتم شايفين هنا عندي الانجيوتنسين 2 والبروستاجلاندين مينلي بيأثروا على الافرنت ارتريول. هلاقي ان البروستاجلاندينز مسؤول عن عملية الفازو دايليشن، والانجيوتنسين بيبقى مسؤول عن الفازو كونستريكشن. بالنسبة للافرنت بيبقى الانجيوتنسين مسؤول عن عملية الفازو كونستريكشن. فهلاقي ان المحصله في الوضع الطبيعي بتاعي زي ما انتم شايفين هنا، هلاقي ان الافرنت ارتريول مينلي، وديت كمان بتبقى موجوده في الاشخاص اللي عندهم البلاد فلو قليل، زي مثلا شخص عنده كونجستيف هارت فيلير. في الحاله ديت بيحافظ على الجلومر فلتريشن ريت بتاعه ازاي؟ ان هو البروستاجلاندين بيحصل لها الليس والانجيوتنسين، المحصله ان الافرنت ارتريول بتاعي بيبقى فيه فازو دايليشن، والافرنت بيبقى فيه دوت بيعمل لي فرق ضغط ما بين الافرنت والافرنت ارتريول، فالمحصله بتاعته انه بيبقى فيه هيدروستاتيك بريشر هنا، هو دوت اللي بيخلي البلط اللي بيعدي من اللي هي الجلوميرولس اللي هي مجموعه الفيسلز ديت يبتدي يحصل لها الترا فلتريشن او فلتريشن جوه التيوبيول، وبالتالي دوت بقدر احافظ على عمليه تظهر لو الشخص اللي هو عنده لو بلاد فلو دوت زي ما اتفقنا هو عنده كونجستيف هارت فيلير او عنده مشاكل ثانيه، ابتدى ياخد دواء، الدواء دوت اثر على عمليات الاوتو ريجيوليشن. زي ايه مثلا؟ زي ما انتم ملاحظين هنا انا بتكلم على الانجيوتنسين 2 فانكشنال اكيوت كيدني انجري، بنقول ان نفسها ما فيهاش دامج، ما حصلش فيها دامج. امال المشكله بتبقى موجوده فين؟ لو بصينا تاني على الجلوميرولس، المفروض ان الجلوميرولس ديت هي اللي بيحصل فيها الفلتريشن اهو، المفروض ان هي في ارتريول بيغذيها، البلاد بيعدي فيه، المفروض ان مجموعه البلاد فيسلز دي بيبتدي يكون الترا فلتريت اللي هو بعد كده هيكون اليورين، والبلاد يعدي في الافرنت في السيركيوليشن او بيكمل السيركيوليشن بتاعه. طيب تمام. دلوقتي انا عندي في حاجات بتعمل حاجه اسمها اوتو ريجيوليشن، زي ما انتم شايفين الافرنت ارتريول بيأثر فيه البروستاجلاندينز اهي، وبيأثر فيه الانجيوتنسين 2. البروستاجلاندينز
الجلاندنز دي بتبقى مسؤولة عن عملية الفازودايليشن والانجيوتنسين. نفس الكلام في الافرنت ارتريول بيبقى الانجيوتنسين 2 مسؤول عن عملية فازوكونستريكشن. الفازوكونستريكشن المحصلة النهائية ان بيبقى عندي في الافرنت ارتريول فازودايليشن نتيجة التأثير الكومبايند من البروستاجلاندين والانجيوتنسين اهو، وفي فازو كونستريكشن في الافرنت نتيجه تاثير الانجيوتنسين اللي هو اصلا فازو كونستريكتور نتيجه تاثيره. طيب يبقى ده معناه ان انا عندي هنا في فازو دايليشن، يعني كميه البلاد اللي داخله هنا بتبقى كتير مع كميه البلاد اللي هنا بتبقى فيها الريزيستنس لها مقاومه، فبالتالي دوت بيخلق بريشر. عامله بالظبط زي انت لو ماسك خرطوم، الخرطوم دوت بتاع الميه لو جيت ضغطت على حته معينه يعني عملت كونستريكشن عند الحته دي، يبقى دوت معناه ان الحته اللي قبلها اللي هي هنا البلوك فلو او كميه الميه اللي بتعدي هيبقى لها ضغط، وانت قمت عامل ضغط اعلى نتيجه الكونستريكشن اللي انت عملته، ففي الحته دي هيخلق لك حاجه اسمها هيدروستاتيك بريشر، هو اللي مسؤول عن ان البلاط يحصل له فلتريشن في منطقه الجلومولاس ديت عشان يكون لي ايه. لحد هنا ده الاشخاص الطبيعيين اللي بيبقى عندهم مشاكل او بيبقى عندهم لو بلاط فلو، زي الناس اللي عندهم ليفر ديزيز زي ما قلنا من شويه، او اللي عندهم كونجستيف هارت فيلر، او الاشخاص الالدرلي اللي هو اصلا الناس بتاعه اللي هو الكيدني او الناس بتاعتهم بتبقى قلت. ففي الحاله ديت لو انا خدت دواء معين، الدواء دوت ابتدى ياثر لي على عمليه الاوتو ريجوليشن ديت ازاي؟ زي مثلا ان الشخص ده خد نون سترويدال انتي انفلاماتوري. النون سترويدال انتي انفلاماتوري معروف ان هو هياثر على عمليه السنسس بتاعت البروستاجلاندنز. طيب يبقى ايه اللي هيحصل؟ لو انا خدته هنا المفروض ان البروستاجلاندنز دي هيحصل لها انهبيشن، يبقى في الحاله دي مش هيبقى في هنا فازو دايليشن. ما دام هنا مفيش فازو دايليشن زي هنا، يبقى اذا مفيش فرق ضغط، وفي الحاله ديت ايه اللي هيحصل؟ مش هتبقى عمليه فلتريشن، يعني عمليه الجلومرال فلتريشن ريت هتقل. او ان الشخص مثلا ياخد ايس انهبيتورز، انجيوتنسين كونفرتنج انزايم انهبيتورز، ايه اللي بيحصل؟ الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم انهبيتورز بتمنع الانجيوتنسين تكوين الانجيوتنسين 2. طب ما واحد هيسال، طب ما هتمنع تكوين الانجيوتنسين 2 هنا وتمنع تكوين الانجيوتنسين 2 هنا، بس هنا الانجيوتنسين 2 في الافرنت ارتيريون التاثير بتاعه اعلى، فلما بعمل له انهبيشن بيبتدي يحصل عندي فازو دايليشن. اهو هنا كان في فازو كونستريكشن، هنا في فازو دايليشن، يبقى في الحاله ديت مش هيبقى برضه في ان في ريدكشن في الهيدروستاتيك بريشر اللي هنا. معنى ان مفيش هيدروستاتيك بريشر هنا، فبالتالي مش هيتم عمليه فلتريشن زي ما احنا شايفين، ودوت معناه ان الجلوميرال فلتريشن ريت بتاعي بيقل. ننقل بقى على النوع اللي بعد كده اللي احنا بنقول عليه intrinsic acute kidney injury. احنا في النوعين اللي فاتوا اتكلمنا على حاجتين، اتكلمنا على الفانكشنال acute kidney injury والبريرينال kidney injury، وقلنا ان الاثنين دولت الاولانيه اللي هي البريرينال نتيجه ان في hypoperfusion، والفانكشنال نتيجه ان في تاثير على الهايدروستاتيك بريشر وكانت الكدني نفسها ما حصلش فيها دامج، لكن في الانترنسك هنا بيحصل دامج. طيب هو الدمج اللي ممكن يحصل في الكدني في النفرون ممكن يحصل فين؟ ممكن يحصل في اماكن كتير، ممكن يحصل في السمول بلاد فيسلز اللي بتبقى مغذيه اللي هو النفرون، فبتحصل عندي فاسكيولايتس او امبولاي حاجه تسد الفيسلز ديت. ممكن يبقى في الرينال تيوبيولز نفسها، فلما بيحصل دمج في الرينال تيوبيول او نيكروزس في الحاله دي بقول عليها اكيوت تيوبيولر نيكروزس، يعني الدمج حصل في التيوبيول، او ان يكون حصل في الانترستيشن او اللي هي المنطقه اللي هي بتبقى باثنج اللي هو الرينال بارينكينا او محوطه بالرينال بارينكينا، واللي هي بقول عليها انترستيشن نيفرايتس، او ان هي تكون في الجلوميرولس نفسها وفي الحاله دي بقول عليها جلوميرول نيفرايتس. يبقى دي اماكن اللي ممكن يحصل فيها
الدمج. تمام كده؟ طيب الشخص اللي بيبقى جاي وبيعاني من انترنسك اكيوت كيدني دامج، ايه هي الفيزيكال ساينس اللي ممكن تبقى باينه عليه؟ الحاجات اللي ممكن تبقى باينه عليه، انا ما عنديش فوليوم ديبليشن زي في الحاله اللي هو الاولانيه، ما عنديش بليدنج او ما عنديش هيموريج، يبقى الشخص ممكن جاي لي نورمو تنسف، الشخص اي فوليميك او بالعكس هايبر فوليميك، يعني في ريتين للفلويدز. ممكن الشخص يبقى عنده الرجي نتيجه ان هو خد دراج معين، والالرجي ديت ممكن كمان بتبقى باينه على هيئه الشم النفس، او ممكن يبقى معاها بتاع دوت انفكشن، وكل دوت هو اللي عامل الاكيوت انترستيشن نيفرايتس. فبالتالي ممكن الشخص يبقى جاي عنده فيفر، او ممكن عنده سكين راشز، كل دوت انديكيتورز ان الشخص ده ممكن يكون عنده انترنسك اكيوت كيدني انجري. طيب النوع اللي بعد كده اللي هو البوست رينال. البوست رينال من اللي احنا قلناه يعني معناها ان الكدني في البدايه ما فيهاش دامج. امال المشكله فين؟ المشكله بتيجي في مرحله بعد النفرون. احنا اتفقنا ان النفرون لما بيبتدي يتكون في التيوبيولز اليورين، اليورين ديت بتجمع في حاجه اسمها الكوليكتنج داكت، وبعد كده في حاجه اسمها الكومن كوليكتنج داكت، وبعد كده بتروح لليوريتر، ومن اليوريتر بتبتدي تروح للبلادر، وبعد كده من البلادر بتبتدي تخرج عن طريق اليوريثرا، بتبتدي تخرج بره الجسم. ممكن يبقى في اوبستراكشن في احد الاماكن ديت بعد النفرون، فممكن يبقى الاوبستراكشن في الاوتلت بتاع البلادر نفسها، ودي بتبان في كذا حاجه. الاشخاص الكبار اللي بيعانوا من اللي هو البيناين بروستاتيك هايبربليجيا، وديت بيبقى في تخن في الحجم البروستيت، البروستيت بتبقى محوضه باليوريثرا، بتبتدي تضغط على الاوتلت، فبالتالي بيبقى في ديس يوريا، في ديفيكولتي في عمليه اليورينيشن، ويبقى في بين بينفول يورينيشن، او ان الشخص لا قدر الله بيبقى عنده نوع من انواع الكانسر، بس هنا في الحاله دي بيبقى ميتاستاتيك كانسر، يعني سكندري كانسر ابتدى يتنقل يعمل لي اوبستراكشن في المخرج بتاع اليوريثرا. ممكن يكون الاوبستراكشن جاي نتيجه كريستال ديبوزيشنز، ودي بتحصل مع بعض انواع من الدراجز زي مثلا السلفونامايدز، اندينافير دوت حاجه بتستخدم في علاج الاتش اي في دوت اللي هو بروتيز انهبيتور، الميثوتريكزيت، الاسيكلوفير اللي هو الانتي فايروس، الانتي فايرال دراج، دي كلها حاجات بتكون كريستالز. او ان الشخص يبقى عنده حاجه زي حصوه في نفسها، حاجه عامله اوبستراكشن في اليوريتر. مشكله الاوبستراكشن اللي بيبقى في اليوريتر ان هو لو ما حصلوش ريليف دوت بيبتدي يعمل نوع من انواع الباك بريشر، البريشر دوت بيبقى ابستريم، يعني الكدني نفسها او اليورين اللي متجمع نفسه في الرينال تيوبيولز ما بيقدرش يعدي من اليوريتر نتيجه الاوبستراكشن اللي موجود، فدوت بيبتدي يعمل بريشر وممكن يعمل لي بعد كده دامج في الايه؟ في الكدني لو ما حصلوش ريليف بسرعه. طيب عشان كده النوعيه ديت لو جيت اعمل فيزيكال اكزامينيشن للشخص هلاقي ان الساينز اللي موجوده عندي ممكن يبقى فيه ديستندد بلادر نتيجه اللي هو الشخص البلادر فيها ديستنشن او انلارجمنت، هي ديت اللي عامله الاوبستراكشن في الاوتلت، او ان هو اسف البروستيت نفسها بيبقى فيها انلارجمنت وهي اللي عامله الاوبستراكشن، او ان بيبقى في اوبستراكشن في الاوتلت بتاعه اليوريثرا وهو دوت اللي عامل لي يورين ريتنشن، وفي الحاله دي بيبقى ديستنشن فيها. طيب اللي احنا قلناه ده بقى هنبتدي نعبر عنه بشكل تاني، اللي هي نتكلم عنه تاني بحيث ان احنا نقارن ما بين الانواع الثلاثه. هنلاقي هنا ان في الجدول احنا جمعنا ما بين الرينال وما بين الفانكشن، لان الاثنين الخواص بتاعتهم تقريبا بتبقى واحده. والنوع الثاني اللي هو الانترنسك اللي هو اتفقنا اللي بيبقى فيه دامج في الكدني، ودوت يا اما بيبقى اللي هو اتفقنا عليه اللي هو اسمه يا اما اكيوت انترستيشن نفرايتس او اكيوت تيوبولار نيكروزس، او بيبقى بوست رينال اللي هو عباره عن اوبستراكشن سواء في اليوريتر او اوبستراكشن في اليوريثرال اوتلت، او ان هو بيبقى نوع من انواع الاستون في الكدني. طيب لو جينا تاني نرجع للهيستوري او للبرزنتيشن، اتفقنا ان البريرينال ناتج عن الهايبوبرفيوجن، يعني كميه البلاد اللي بتوصل للكدني قليله،
ودوت ممكن يبقى السبب في فولوم ديبليشن او في ستينوزس نارنج في الرينال ارتري او كونجكتيف هارت فيلير نظرا لان الكاردياك او البوت قليل. والفانكشنال ممكن يكون سببه استخدام بعض الدراجز زي النانسترويد الانتي انفلاماتوري اللي بتعمل انهبيشن للبروستاسايكلينز او اللي هي البروستاجلاندين المسؤوله عن عمليه البروستاجليشن، والايس انهبيتورز برضه اللي بتاثر على الانجيوتنسين فابريسات البروستاجليشن، او الهايبر كالسيميا لان دوت بيزود التون في اللي هو الحاله ديت برضه بتقلل لي الهايدروستاتيك بريشر. مال الانترنسيك بقى اللي هو الاكيوت تيوبولار نيكروزس او الاكيوت انترستيشال نيفرايتس ممكن برضو يبقى اسكيميا نتيجه اللونج ستاندنج رينال هايبوبرفيوجن، استخدام بعض الدراجز زي الكونتراست او بعض الحاجات الانتيبيوتكس اللي هي ممكن تعمل اكيوت انترستيشال نيفرايتس نوع من انواع الالرجي. ممكن يبقى جلوميرول نيفرايتس لو كان السبب نتيجه ان هو في مشكله في الجلوميرولس. البوست رينال ان في ستون في الكدني او في بناين بوست هايبركليجيا هي اللي عامله هو البلادر وهو دوت اللي بيخلي عمليه اليورينيشن صعبه، او ان في ميتاستاتيك كانسرز اللي هي اللي عامله اوبستراكشن في اليوريثرا. لو جينا تاني نتكلم عن الفيزيكال اكزامينيشن قلنا ان الشخص دوت اللي عنده برين رينال او فانكشن ممكن يبقى فيه عنده هايبوتنشن، ممكن يبقى فيه دي هايدريشن وده طبيعي نظرا لان في فوليوم ديبليشن او ان الكاردياك او البوت بتاعي قليل او ان فيه هيموريدج او ان ممكن يبقى فيه ليفر ديزيز فممكن يبقى عنده اسايتس. يبقى دي كلها ساينس عرفنا من الحاله ديت بري رينال او فانكشنال اكيوت كيدني انجري. امال الانترنسيك اتفقنا ان الانترنسيك ممكن يكون سببها حاجتين، يا اما نتيجه انفكشن ففي الحاله ديت الشخص هيبقى جاي عنده فيفر، او ممكن تبقى اليرجي نتيجه استخدام بعض الدراجز زي مثلا الاشهرهم اللي هو البنسلين. الحاله دي ممكن يبقى فيه سكين راش. اما البوست رينال زي ما اتفقنا هلاقي البلادر فيها ديستنشن او هلاقي البروستيت فيها اللارجمنت. بعد كده عشان افرق تاني ما بين الحاجات ديت بستخدم بارامتر تاني اللي هو البلاد يوريا نيتروجين الريشيو ما بينه وما بين السيرم كرياتينين. طيب هو ايه البلاد يوريا نيتروجين ديت؟ اليوريا دوت ماركر تاني ماركر عين سبيل كيدني فانكشن. المفروض ان اليوريا بيحصل لها فلتريشن في الجلوميرولس وبعدين بيحصل لها 50% من الكميه اللي بيحصل لها فلتريشن بيبتدي يحصل لها ري ابزوربشن تاني. دوت معناه ان برضو الكونسنتريشن بتاعها في البلط بيعبر عن الجلوميرولر فلتريشن ريت او الفانكشن بتاع الكيدني. إذا لو الكيدني الفانكشن بتاعته قلت دوت معناها إن الجي اف ار قل، يبقى في الحالة دي اليوريا هتعلى في البلط إن قدرة الكيدني إن هي تخرجها هتقل. أمال ليه دايما بربط ما بين البلاد يوريا نيتروجين وما بين السيرم كرياتينين؟ لأن السيرم كرياتينين الكمية اللي بتخرج ثابتة من الشخص بغض النظر عن الفوليوم بتاع اليورين اللي خارج، سواء الفوليوم اليورين اللي خارج ده دايلوتد او الكونسنتريتد. فالسيرم كرياتينين بيستخدم الستاندرد اللي بقيس عليه. الاشخاص الطبيعيين النورمال ريشيو السيرم الكرياتينين او 15 ضعف من السيرم الكرياتينين. امال ليه الشخص اللي عنده بري رينال او عنده فانكشنال اكيوت كيدني انجري هلاقي النسبه ديت بتبتدي تعلى من 20 الى 1؟ خلونا نرجع تاني لما جينا نتكلم على الباثوفيزيولوجي في البري رينال. مش احنا قلنا ان في البري رينال في هايبوبرفيوجن يعني كميه البلاد اللي واصله للكيدني قليله، دوت بيحفز الكيدني ان هي تطلع رينال. طيب هيطلعني في الاخر عن طريق اللي هو السيريز من الرياكشنز اللي احنا اتكلمنا عليها الانجيوتنسين 2، والانجيوتنسين بيحفز الريليز بتاع الالدوستيرون. الالدوستيرون ده بيعمل ايه؟ بيبتدي بنقول عليه صوديوم اند ووتر ريتنتف انزايمز، يعني بيبتدي يعمل ريتنشن للووتر يزود الري ابسوربشن
كلما زاد الري ابزوربشن بتاع الووتر هيزيد الري ابزوربشن بتاع الايه؟ بتاع اما يبقى في عندي اولدوستيرون طالع وفي انتي دايوريتك هرمون طالعين الاثنين بيحاولوا يعملوا كومبنسيشن دوت عن طريق ان هم يزودوا الري ابزوربشن بتاع الووتر، ده معناه ان هيزود الري ابزوربشن بتاع اليوريا. يبقى اذا كميه اليوريا اللي في البلاط هتزيد مقارنه بالكرياتينين. طيب حد يسال، هو لما يحصل زياده الري ابزوربشن بتاع الميه هل ده معناه ان الكرياتينين في السيره هيتغير؟ لا، ما احنا اتفقنا ان الكرياتينين بيحصل له فلتريشن ما بيحصلوش ري ابزوربشن، وفي نفس الوقت ان الكميه اللي بتطلع ثابته وما بتتغيرش طبقا للورم فوليوم، عشان كده انا استخدمته عندي كستاندرد. فاذا كان الروتر هيحصل لها ري ابزوربشن ومعاها يوريا والسيرم كرياتينين هتبقى كميته ثابته، ففي الحاله دي هلاقي ان لا ده هتوصل تبقى اكتر من 20 الى 1 في الاشخاص اللي عندهم جرين رينال او فانكشن. المهم الاشخاص اللي عندهم انترنسك او عندهم بوست رينال، ما هو الاشخاص دولت انا اصلا عندي الدمج حصل في التيوبيول، يعني معناه ان مفيش عمليه ري ابزوربشن، السيستم اللي بيعمل ري ابزوربشن حصل فيه دمج، ففي الحاله ديت ما بيبقاش فيه ري ابزوربشن للموتر، بحيث في شيء ري ابزوربشن لليوريا، ففي القيمه هتبقى الطبيعيه بتاعتهم اللي هي 15 الى 1. كمان انا مش عندي هنا ميكسي خارج بالفيوجن، فبالتالي ما بيبقاش فيه اكتيفيشن للموتر ريتنتيف انزيمز اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب طيب بعد كده هننقل برضو على بارامتر تاني، هل اليورين بيبقى كونسنتريتد ولا دايلوتد؟ عشان كده بنسال، اليورين اللي خارج دوت هل هو كونسنتريتد؟ هو ايه اللي بيتحكم في الكونسنتريشن بتاع اليورين؟ كميه السوليوس اللي موجوده فيه، يعني كميه الالكترولايتس اللي خارجه فيه. طيب انا دلوقتي عندي برين رينال او فانكشنال اكيوت تيشن، احنا من شويه اتفقنا ايه اللي بيحصل، هايبر الفيوجن رينال بيطلع انجيوتنسن الجوستيرون مع انتي دايريتك هرمون بيزود الري ابزوربشن بتاع الايه؟ بتاع الميه. الري ابزوربشن بتاع مين؟ بتاع الصوديوم. دوت معناه ان كميه السوليوتس اللي هنا هتبقى، وكميه السوليوتس اللي هتبقى موجوده فين؟ هتبقى موجوده في اليورين، هتبقى قليله ولا هتبقى عاليه؟ هلاقي ان كميه الميه، كميه الميه اللي موجوده في اليورين قلت نتيجه ان حصل لها ري ابزوربشن، وهلاقي ان كميه الصوديوم في نفس الوقت اللي موجوده او اللي خارجه في اليورين هتبقى قليله نتيجه عمليه الري ابزوربشن. بس الري ابزوربشن بتاع الميه اكتر من الري ابزوربشن بتاع الصوديوم، فالمحصله ان اليورين اللي خارج بيبقى كونسنتريتد يورين نتيجه الري ابزوربشن بتاع الووتر ريتنتيف انزيمز، الووتر ريتنتيف ميكانيزمز اللي هي الالدوستيرون والانجيوتنسين. طيب زي ما اتفقنا يبقى اليورين كونسنتريتد عشان الري ابزوربشن بتاع الميه، بالتالي هلاقي ان بما ان اليورين كونسنتريتد طبيعي ان الاوزمولاريتي او تركيز السوليوتس فيه المفروض ان هو يبقى عالي، يبقى اذا اليورين اوزمولاريتي هتبقى عاليه. لو جينا نقارن هنا في الانترنسك او في البوست رينال، هل اليورين كونسنتريتد؟ لا. طيب لا ليه اليورين مش كونسنتريتد؟ عشان هنا مفيش الووتر ريتنتيف ميكانيزمز مش موجوده، يعني ما بيحصلش ليه ابزوربشن للميه. ما دام ما بيحصلش ليه ابزوربشن للميه يبقى في الحاله ديت هلاقي ان الكونسنتريشن بتاع اليورين مش عالي، وهلاقي ان الاوزمولاريتي بتاعت اليورين اللي خارج في الحاله ديت قليله. طب لو جينا لكميه الصوديوم اللي خارجه في اليورين، مش احنا هنا قلنا ان الالدوستيرون بيطلع وهو اللي مسؤول عن عمليه ري ابزوربشن للصوديوم، يبقى اذا كميه الصوديوم اللي هلاقيها في اليورين طبيعي ان هي تبقى قليله. طيب هنا هلاقي ان كميه الصوديوم زايده، ده ممكن تزيد عن ال 40 مللي ايكويفلنت على اللتر. اشمعنى؟ ما هو هنا اتفقنا ان مفيش اكتيفيشن لعمليه اللي هو الصوديوم ريتنتيف ميكانيزمز. كمان في حاجه ثانيه، لما انا بتكلم على انترنسك
معناها ان في دامج حصل في التيوبيولز نفسها، ان هي اصلا بتعمل ري ابزوربشن، فما بقاش عندها قدره ان هي تي ابزوربشن للصوديوم، يبقى كميه الصوديوم اللي هتخرج في اليورين هتبقى عاليه. طيب بعد كده، هل اليورين فيه سيدمنتس؟ طيب هي السيدمنتس ديت عباره عن ايه؟ السيدمنتس ديت بتيجي لما بيبقى فيه دامج في الكدني. السيدمنتس ديت بيبقى فيه دامج في الكدني، فبنقول بيخرج حاجه اسمها سيدمنت او حاجه تانيه اسمها الكاست. يعني احنا بنقول عليها سيدمنت او بنقول عليها كاست. زي ما انتم شايفين كده، يبقى احنا بنقول سيدمنت او الكاست بتاعتنا. الكاست دي هتيجي منين؟ يا اما بيحصل شيدنج للتيومولار ايبيثيليال سيلز، فبالتالي بتخرج فيها عباره عن هيلان كاست او كلير كاست. الكلير كاست ديت بتخرج، دوت معناه ان في دامج في التيوبيول نفسها، او ان ممكن بيبقى في شيدنج كمان او نتيجه الدامج في بعض البيسلز، فبيخرج معاها ار بي سيز او نتيجه انفكشن او الرجي، فبيبقى في انفلتريشن لوايت بلاد سيلز، فممكن تبقى الكاست دي مالتي بلاي، او ممكن تبقى جرانيولار نتيجه ان هي بيبقى جواها وايت بلاد سيلز، او ان هي تبقى هيلاين يعني عباره عن تيوبولار ايبيثيليال سيلز. اشمعنى الكاستس دي بتبان في حاله الاكيوت تيوبولار نيكروزس وما بتبانش في حاله الدومينال؟ لان اتفقنا ان السيدمنت او الكاست بيجي لما بيبقى فيه دامج في التيوبولار اللي هي رينال تيوبولار سيلز. هنا اتفقنا ان مفيش دامج، فبالتالي ما بيبقاش فيه سيدمنتس او ما بيبقاش فيه كاستس. هنا البوست رينال بيبقى فاريبل وممكن برضه يبقى نورمال مفيش كاستس. طيب الوايت بلاد سيلز، احنا اتفقنا ان الوايت بلاد سيلز هتيجي في حاجتين، يا اما في انفكشن يا اما في الرجي، الرجيك رياكشن. هنا مفيش الموضوع ده، فبالتالي هتبقى نيجاتيف. هنا لو كان في اكيوت انترستيشال نيفرايتس، فطبيعي ان انا هلاقي وايت بلاد سيلز. لو بتكلم على الار بي سيز، نتيجه الدمج اللي بيحصل في الفيسكس، مفيش هنا دمج فهتبقى نيجاتيف. هنا بيبقى فيه ممكن دامج في الجلوميرولس او في فاسكولايتس، فبالتالي بيبقى فيه ار بي سيز. البروتينيوريا معناها ظهور بروتينز في اليورين. المفروض ان كميه اليورين اللي بتنزل، كميه البروتينز اللي بتخرج مع اليورين هي كميه قليله قوي، حوالي 30 مللي جرام. نظرا لان اول حاجه ان اولا البروتين اللوكيلر سايز بتاعها ما بيخليهاش تقدر يحصل لها فلتريشن من الجلوميرولس. وكمان لو حصل ان هي عدت، ان هي الحاجات اللي بيبقى السايز بتاعها صغير بيحصل لها ري ابزوربشن مره ثانيه. اما بيبقى عندي جلوميرولونفرايتس في الحاله ديت اللي هي الانترنسك، بتبتدي الجلوميرولس تفقد القدره بتاعتها ان هي تعمل فيليشن او تمنع اللي هو، فبيبتدي يظهر عندي بروتين في اليورين اللي هو في الحاله ديت بقول عليه بوزيتيف. طيب المعلومات دي كلها مفيده في ايه؟ يعني هتفيدني في ايه انا؟ تفيدني في ان انا احدد ايه نوع الاكيوت كيدني دامج اللي عندي، وهو دوت اللي هيفيدني بعد كده في عمليه اللي هو التريتمنت اللي انا ممكن اقدمه للشخص اللي معايا. يبقى دي كلها بارامترز اقدر افرق بيها ما بين اذا كان الشخص عنده بري رينال او فانكشنال اللي هما الاثنين مع بعض، او عنده انترنسنج او عنده بوست رينال. طيب هننقل بعد كده على حاجه ثانيه. بالنسبه للبروتين يوريا ثاني، احنا اتفقنا ان قلنا من شويه في الاول خالص ان الجلوميرولس بيحصل فيها فلتريشن للبلاد اللي بيوصل لها، بيعدي الميه عن طريق الباسيف ديفيوجن، بيعدي الالكترولايتس، بيعدي بعض السوليوتس زي الجلوكوز اللي هو بيحصل له ري ابزوربشن كومبليتلي الا لحد حد معين، فبالتالي في الناس الديابيتك بيبتدي يظهر الجلوكوز في اليورين. البروتينز ما بيحصل لهاش فلتريشن لان السايز بتاعها كبير، ما بيحصلش فلتريشن الا للبروتين اللي هي السايز بتاعها صغير، ودي بتبقى نسبه صغيره لان كمان نسبه كبيره من اللي بتعدي بيحصل لها ري ابزوربشن. اما بيبقى عندي دامج في الاكيوت انترستيشال نفرايتس او اللي هو في الجلوميرولونفرايتس، بيبقى في دامج في البيزمنت ممبرينز بتاعت الجلوميرولس،
ودوت بيسمح ان البروتينز اللي ما كانتش قبل كده قادره ان هي تعدي، المفروض ان هي بتقدر تعدي، فعشان كده بتبتدي تظهر في اليورين اناليسيس بتاعي، فبالتالي بتبقى بوزيتيف في حاله الانترنسيك دامج. طيب دوت بالنسبه للبروتين يورين. هتكلم تاني على موضوع الكاست. المفروض ان الكاست او السيدمنت دوت هي عباره عن شيلنج بيبقى موجود في التيوبولار ايبيثيريال سيلز. لو كانت كلير كاست بقول عليها هي لاين كاست، ودي ما بتبتديش تخرج الا لما بيبقى فيه دامج في الايبيثيريال سيلز. طيب الدامج مش موجود عندي هنا غير في الحاله دي، لان احنا اتفقنا ان في البريرينال وفي الفانكشنال مفيش دامج في الكدني، عشان كده هيبقى السيدمنت هنا نورمال، مفيش سيدمنتس مفيش كاستس. هنا الكاستس ممكن تبقى جرانيولار، يعني معناها ان فيها وايت بلاد سيلز، اما مالتي براون لو كان فيها ار بي سيز، وممكن تبقى نورمال اللي هي بيبقى فيها ميوكو بروتينز اللي هي تيوبولار ايبيثيريال كاستس، وديت وجودها معناها ان في دامج في الكدني نفسها في التيوبيولز، فبالتالي بيبقى دوت انديكيتور على الانترنسيك دامج اللي هو موجود في اللي هو الكدني. هنتكلم بعد كده ازاي اقدر اعمل بريفنشن للاكيوت كيدني انجري ديت. هتلاقي ان الحاجات كلها عباره عن جنرال ميجرز. انا محتاج ان انا افويد النيفروتوكسيك دراجز، يعني على قد ما اقدر الحاجات اللي بتعمل نيفروتوكسيستي. طب ايه الحاجات دراجز زي ايه بتعمل نيفروتوكسيستي دي؟ هناخدها بعد شويه ان شاء الله لو في وقت. هنتكلم على بعض الدراجز زي مثلا الامينوجلايكوسايدز، هنتكلم على الانفوتريسين، هنتكلم على السيس بلاتين، انواع كتير من الدراجز ممكن تعمل لي نيفروتوكسيستي. محتاج ان انا اضمن ان البيشنت عنده هايدريشن، لان دوت بيساعد ان الكونتريشن بتاع النيفروتوكسينز اللي موجود في الرينال تيوبيولز يبتدي يحصل لها تقل، واعمل دايليوشن واعمل لها فلاشنج من الرينال تيوبيولز. بيشنت اديوكيشن بالدراجز اللي بياخدها وايه هي الميجرز اللي محتاج يعملها، وبرضه بعض الثيرابيز اللي هي بتقلل من الكونتراست انديوزد نيفروباثي. اشمعنى الكونتراست انديوزد نيفروباثي بالذات؟ لان دوت من الحاجات اللي بتستخدم كتير جدا لاي شخص داخل يعمل ايمجنج بروسيجر بيستخدم الكونتراست ميديا، ودوت لو كان عنده ريسك زي ما يكون دايابيتك او الدرلي او اي حد عنده مشاكل تانية ممكن يعرضه لاكيوت كيدني انجري نتيجه ديت، وديت هنتكلم لها جزء بتفصيل خاص بيها. طب لو جيت اتكلم على تريتمنت بقى شخص، يبقى اذا الجزء اللي فات ده كان بريفنشن، انا دلوقتي عايز اتكلم ازاي ممكن اعمل تريتمنت ومانجمنت الواحد اوريدي حصل له اكيوت كيدني انجري. على حسب الانواع اللي احنا قلناها هيبتدي عمليه الايه؟ التريتمنت. فلو انا بتكلم على بري رينال ازوتينيا، احنا من شويه قلنا ان البري رينال ازوتينيا اللي هو البري رينال دامج. احنا اتفقنا ان البري رينال دامج سببه الرئيسي ان في هايبوبرفيوجن، يبقى في الحاله ديت محتاج ان انا اعمل كوركشن للهيمودينامكس. يعني لو كان الشخص دوت عنده فوليوم ديبليشن يعني دي هايدريشن، ففي الحاله ديت هديله نورمال سلاين عشان اعوض كميه السوائل اللي فقدها، وفي الحاله ديت ابتدي اقلل الهايبوبرفيوجن اللي موجود. لو كان الشخص عنده هايبوتنشن محتاج اعمل بريشر مانجمنت برضو عشان اقلل من الهايبوبرفيوجن. لو كان الشخص عنده هيموريدج ممكن اديله بلاد برودكت عشان اعمل اكسبانشن في البلازما فوليوم واعوض كميه اللي هو الفوليوم ديبليشن اللي موجوده عند الشخص. لو كان الشخص عنده بوست رينال اللي احنا اتفقنا عليها سببها الرئيسي نتيجه الاوبستراكشن في اليوثرال او تي اللي هو البناين بروستاتيك هايبرتليجر، كل دوت اقلله عن طريق الريليف بتاع الاوبستراكشن هيحسن لي من الاكيوت كيدني انجري. النوع المهم هو الانترنسيك اللي هو الدامج اللي يكون حصل في التيوبيول ده، مش عندي له سبيسيفيك ثيرابي، يعني مفيش حاجه كده يونيفرسال افكتيف، يونيفرسال افكتيف يعني مش بتبقى ليه حاجه تشتغل على الكل. طيب امال هعمل ايه؟ اول حاجه ابتدي الاوفندنج ايجنت دوت اللي انا بستخدمه محتاج ان انا ابقى، يعني لو انا حصل ان الشخص دوت بيستخدم دراج هو اللي كان السبب في الاكيوت كيدني انجري محتاج ان انا اوقفه.
او لو كان عندي لونج ستاندنج هايبوبرفيوجن عمل لي اسكيميا، محتاج ان انا اعمل لها كوركشن، محتاج ان انا اعمل فلويد والكترولايت مانجمنت، يعني برضو امنع الفوليوم ديبليشن، اتجنب الاوفر لود الووتر ريتينشن اللي في الجسم لو كان في الكترولايت امبالانس، ده كله جنرال ميجرز اعملها. حاجه ثانيه مهمه جدا ان انا لازم في الاشخاص دولت اعمل ريستريكشن للبوتاسيوم. اشمعنى انا البوتاسيوم علقت عليه بالذات؟ الشخص اللي بيبقى عنده اكيوت كيدني انجري من النوع الانترنسك بيبقى عنده مشاكل في الرينال تيوبيولز، الكيدني هي اللي بتبقى مسؤوله عن عمليه الهوميوستاسيس بتاعه البوتاسيوم اللي هي بتحافظ على كميه البوتاسيوم اللي موجوده في البلط. فما بيبقى فيه دامج في الرينال تيوبيولز، عمليه الري ابزوربشن بتاعه البوتاسيوم وعمليه الاكسكريشن بتاعته بيحصل فيها خلل، فده بيعمل لي هايبركاليميا، واحنا عارفين ان الهايبركاليميا ممكن تعمل لي الريزميا اللي هي ممكن تبقى لايف ثريتنينج. ففي الحاله ديت لازم الشخص ده يبقى فيه ريستريكشن للبوتاسيوم عشان اتجنب الاريزميا اللي بتبقى موجوده. يبقى اذا دي جنرال ميجرز محتاج اعملها لو كان الشخص عنده انترنسي دامج. طب هل في دراجز ممكن استخدمها؟ في عندي دراج اسمه الفينولدوبام. الفينولدوبام دوت عباره عن ايه؟ دوت عباره عن دوبامين اجونست بيشتغل على الدي 1 ريسبتورز. طيب بيعمل ايه بقى لما بيعمل اجونستك اكشن على الدوبامين ريسبتور؟ دوت بيبتدي يعمل لي رينال فازو دايليشن. لما انا بعمل رينال فازو دايليشن معناها ان انا بزود البرفيوجن بتاع الكيدني بالبلط، بزود كميه البلط اللي واصله للكيدني، يعني معناها ان انا بعمل انهانسمنت للجلوميرولار فلتريشن، بخلي الكيدني تعمل فلتريشن لبلط اكتر، وبالتالي لو كان في نفروتوكسينز موجوده في الرينال تيوبيولز الكونسنتريتد بدي فرصه ان هي يحصل لها نوع من انواع الفلاشنج، ان الكيدني تعمل لها فلاشنج اوت، وبالتالي الجسم بيتخلص منها. برضو ان استخدام الفينولدوبام دوت ممكن يقلل من احتياج الشخص للرينال ريبليسمنت سيرابي. هو يعني ايه رينال ريبليسمنت سيرابي؟ ديت الاشخاص اللي بيحتاجوا الغسيل كلوي، اللي هم الناس اللي بيعملوا دياليسيس اللي هو بنقول عليه الغسيل الكلوي. ديت برضو هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده ونتكلم عن الانواع بتاعتها، بس استخدام الفينولدوبام كميديكال ثيرابي للاشخاص اللي عندهم انترنسك اكيوت كيدني انجري ممكن يقلل من احتياج الاشخاص دول للي هو الرينال ريبليسمنت ثيرابي. هل في دراجز ثانيه؟ اللوب دايوريتكس. اللوب دايوريتكس او هنتكلم على الدايوريتكس. الدايوريتكس زي ما احنا عارفين الحاجه الاساسيه بتاعتها ان هي بتزود تعمل عمليه دايوريسيس او ان هي بتزود الاكسكريشن بتاع الووتر والاكسكريشن بتاع الصوديوم. طيب عشان كده هتلاقوني ان اللوب دايوريتكس استخدامهم في الاشخاص الاوليديوريك، واحنا اتفقنا يعني ايه اوليديوريك؟ يعني كميه اليورين اللي خارجه قليله من 50 ل 500 مللي في ال 24 ساعه لان الكدني مش قادره تقوم بوظيفتها. بس لازم الشخص ده يا اما ايفوليميك يا اما هايبر فوليميك. يعني ايه ايفوليميك؟ يعني البلازما فوليوم بتاعه بتبقى طبيعيه، او ان هو عنده فوليوم اوفرلود نتيجه الريتنشن بتاع اللي هو الفلويدز اللي جاي نتيجه الديكلاين في الكيدني فانكشن نتيجه الاوليديوريا. طب اشمعنى انا حددت دول؟ حددت دول لان مش صح ان انا استخدم لوب دايوريتك او دايوريتك لو كان الشخص عنده هايبوفوليميا، يعني شخص عنده فوليوم ديبليشن. انا بقى اديله حاجه تزود الاكسكريشن بتاع الووتر فتعمل وورسنينج للحاله اللي عنده. طب انا كده لو عملت له فوليوم ديبليشن ده انا كده بدخله في انترافاسكولار ديبليشن اللي هو اصلا بيعمل اكيوت كيدني انجري نتيجه الهايبوبرفيوجن. يبقى اذا تاني استخدام الدايوريتكس في الاشخاص اللي هم اوليديوريك وايفوليميك او هايبر فوليميك. طب انا اعرفها ازاي؟ يعني ايه هايبر فوليميك؟ يعني شخص عنده اكيوت كيدني انجري وبيعاني من ايديما، في كميات فلويدز متخزنه، الايديما دي ممكن تبقى بالمونري ايديما مش قادر ياخد نفسه وفي ميه متجمعه كتير على اللنج بتاعته، في الحاله دي هيحتاج اللوب ايه؟ دايوريتك. طيب اللوب دايوريتك كمان لها ميزه ان هي بتقلل عمليه الري ابزوربشن بتاع الصوديوم، فما دام بتقلل الري ابزوربشن بتاع الصوديوم هتقلل من الاكسجين كونسامشن اللي التيوبيولز محتاجاه. ففي الحاله ديت دوت هيقلل من الانرجي ريكويرمنت بتاعت التيوبيولز ويبتدي يحافظ لي على اللي هو التيوبيول نفسها من الدمج. طيب يبقى تاني
عشان استخدم البيوريتكس لازم الشخص يكون اوليجوريك، يكون ايوفوليميك يعني الفوليوم بتاعه او اللي هو البلازما فوليوم بتاعه نورمال، او ان هو هايبر فوليميك يعني عنده ايديما. لكن مش هتبقى صح لو انا استخدمتها لشخص عنده هايبوفوليميا او فوليوم ديبليشن، لان دوت في الحاله دي ممكن يعمل لي اكسسربيشن للي هو الاكيوت رينال فيل. طيب السؤال هنا، هو المهم او الاحسن استخدام اللوب دايوريتكس ولا الثايزايد دايوريتكس؟ احنا عارفين لو انا عايز دايوريتك اكشن اللوب هما مور بوتنت عن الثايزايد دايوريتكس، ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان اللوب دايوريتكس بتبقى بتدي اكشن في حاله الاشخاص اللي عندهم رينال انجري، لكن لما يبقى الشخص عنده رينال انسفشنسي الثايزايد دايوريتكس مش هيدوني اي افكت. يبقى اذا اللوب دايوريتكس هما المفضلين في الاستخدام. بيتاخدوا ازاي؟ بيتاخدوا انترافينوس فلويد في هاي دوزز، ببتدي بجرعات 80 مللي جرام زي الفوريسيمايد اللي هي اللازكس اللي موجود عندنا الحقن بتاعه. طيب انا اديت الشخص اللي عنده هايبرفوليميا دوت، اديت له لوب دايوريتك والشخص ما استجابش، في الحاله دي انا هعمل ايه؟ في الحاله دي بلجا لحاجه اسمها الفلويد ريستريكشن، يعني اقلل كميه الفلويدز اللي الشخص ده بيعمل لها كونسامشن. طيب لو انا عندي اختيارين، ابتدي باللوب دايوريتكس الاول ولا اعمل فلويد ريستريكشن الاول؟ لا، دايما كلينيكالي بيبقى عندنا حاجه اسمها فيرست تشويس او الفيرست لاين ابروتش بتاعنا. الفيرست لاين ابروتش في حاله الهايبر فوليميك بيشنتس هو اللوب دايوريتكس، ما بلجاش للفلويد ريستريكشن الا لو حصل فيلير في التريتمنت بالفورسيمايد او تريتمنت فيلير بالتريتمنت باللوب دايوريتكس عموما. في الحاله دي هلجا للفلويد ريستريكشن. في الحالات الشديدة بقى اللي بيبقى فيها unresponsive لكده بلجأ ليه اللي هو الدياليسيس زي ما احنا قلنا اللي هو renal replacement therapy. طيب خلونا نحاول نطبق حاجة على اللي احنا خدناه ده، نشوف clinical case قدامنا ونشوف المعلومات اللي احنا خدناها ممكن استخدمها ازاي عشان اقدر احلل الكيس اللي قدامي وادي فيها decision، لانه طبعا انا كفارماسيست بيبقى ليا دور مهم جدا في الهيلث كير تيم اللي موجود في المستشفى او اللي بيتعامل مع البيشنتس. فاحنا لو قلنا ان انا عندي اي دي دوت الانيشالز بتاع شخص عنده 42 سنه دوت ادميتد للانتنسيف كير يونت لانه كان عنده اكيوت مايوكارديال انفاركشن بعد ما جاله اكيوت مايوكارديال انفاركشن. الشخص ده عنده ميديكال هيستوري من تايب 2 دايابيتس، عنده هايبرتنشن، وبرضه في سوشيال هيستوري ان هو توبيكو سموكر يعني بيشرب سجاير. الميديكيشنز اللي بياخدها دلوقتي ميتفورمين عشان التايب 2 دايابيتس طبيعي، السينوبريل اس انهبيتور عشان الهايبرتنشن، نيكوتين باتش عشان يحاول يعني يوقف التدخين، بياخد نابروكسين اللي هو نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. قبل ما يحصل له ادميشن في الانتنسيف كير يونت كانت الكيدني فانكشن بتاعته نورمال. اسهل ازاي او عرف ازاي ان هي نورمال؟ الماركر بتاعه اللي استخدمه السيرم كرياتينين، اتفقنا ان الرينج النورمال بتاعي من نص لواحد ونص مللي جرام على الدي سي ليتر، هنا في النورمال رينج بتاعه. بيقول ان هو في خلال بعد ما حصل له ادميشن بقى في خلال ال 24 ساعه اللي فاتت الكيدني فانكشن ابتدى يحصل فيها ديتريوريشن وابتدت يحصل فيها ديكلاين. عرف منين؟ عرف من ان السيرم كرياتينين ابتدى بدل ما كان واحد في خلال ال 24 ساعة اللي فاتوا بقى 2.1، يعني كأنه حصل له دوبليكيشن، يعني زاد بنسبة 100%. والبلاد يوريا نيتروجين وصلت ل 20 مللي جرام على الدي سي لتر. اليورين شوز مادي كاستس، لما جم يعملوا له اليورين اناليسيس لقوا فيه مادي كاستس، ولقوا ان هو بقاله انيوريك يعني اليورين اوت بوت بتاعه اقل من 50 مللي تمام كده في الست ساعات اللي فاتت. البلاد بريشر بتاعه في الوقت الحالي 110 على 70 ملي متر مركري، في نفس الوقت عنده ايديما وعنده بالمونري كونجستشن. يبقى اذا ديت الكيس اللي قدامي كده. طيب ايه الاسئله اللي ممكن تتسال بحيث ان انا اقدر اطبق المعلومات اللي انا خدتها؟ السؤال الاولاني بيسال which of the following represents the most likely cause of the impaired kidney function. هو الاول الشخص دوت عنده ايه؟ واضح من الحاله اللي قدامنا والزياده السريعه اللي حصلت في السيرم كرياتينين من 1 مللي حصل لها دوبليكيشن،
اتفقنا في التعريف بتاعنا ان هو زياده نص في الملي جرام على الدي سي لتر في الابسوليوت فاليو، يعني واحد بقى اكتر من واحد ونص دوت في خلال 24 ساعه. في نفس الوقت الشخص ده بقى انيوريك لفتره ما لا تقل عن 6 ساعات، يبقى اذا الشخص ده عنده اكيوت كيدني انجري. طيب الشخص عنده اكيوت كيدني انجري، هو سؤالي اي نوع من الاكيوت كيدني انجري؟ هل هو بري رينال ولا انترنسك ولا بوست رينال ولا فانكشنال؟ انا هسيبكم 30 ثانيه نحاول نفكر، بحيث ان احنا وهعرض لكم السلايد اللي فيها الكيس، بحيث ان احنا نحاول نشوف اي نوع من الاكيوت كيدني انجري احنا بنتكلم عليه. انا شايف ان الاجابات كلها اللي بتتقال اغلبها بيقول الاجابه رقم بي اللي هو الانترنسك، هي فعلا دي الاجابه الصح. بس اشمعنى هي ديت الاجابه الصح؟ يعني ايه اللي يخليني اقول ان الشخص دوت هو عنده انترنسك اكيوت كيدني انجري؟ ليه انا ما قلتش ان هي بري رينال، وليه ما قلتش ان هي بوست رينال، ولا قلت ان هي فانكشنال؟ برضه هسيبكم 30 ثانية كده أحاول أشوف إيه التعليل أو إيه اللي في الحاجة اللي في الكيس اللي خليتكم تقولوا إن دوت أكيوت كيدني إنجري من النوع اللي هو الإنترنسك. طيب أنا شايف هنا برضه من الإجابات إن أغلب الناس بتجاوب صح. أنا عندي فيه كذا ملحوظة في الكيس ممكن تخليني أبص أو أشوف إن الشخص دوت فعلا عنده intrinsic acute kidney damage. الحاجة الأولانية هبص على إن في الريشيو بتاعة البلاد يوريا نيتروجين للكرياتينين، إحنا اتفقنا إن في حالة البري رينال بتبقى أعلى من 20 إلى 1، هنا النسبة 10 إلى 1، أدي كده أول حاجة. يبقى أنا عندي النسبة بتاعة اللي هو البلاد يوريا نيتروجين للكرياتينين، وجود المادي كاستس دي كلها بتقول ان الشخص ده عنده اكيوت تيوبيلار نيكروزس، يعني بمعنى اخر ان الشخص ده فيه دامج، يعني دوت عنده انترنسك دامج. حاجه ثانيه ان الشخص الفيزيكال ساينس بتاعته او الفيزيكال اكزامينيشن بيقول ان هو عنده اديما وعنده بلمونري كونجيشن، يعني ما اقدرش اقول ان هو عنده فوليوم ديبليشن، يبقى في الحاله دي ما اقدرش اقول ان دوت بري رينال، تمام كده؟ طيب يبقى اذا دي كلها حاجات ما اقدرش اقول عليها ان هي ديت بري رينال. السؤال انتوا عارفين ان الشخص ده هو قال ان هو بياخد نابروكسين، النابروكسين ده نونستيرويدال. اما النابروكسين دوت نونستيرويدال يعني ده معناه ان هو ممكن يعمل فانكشنال دامج. ليه انتوا ما قلتوش ان هو نوع فانكشنال؟ مش احنا اتفقنا ان النابروكسين هيعمل انهبيشن للبروستاجلاندين وبالتالي هياثر على الهيمودينامكس اللي هي بالهايدروستاتيك بريشر، فممكن يعمل لي الفانكشنال دامج. ليه احنا ما اخترناش الفانكشنال؟ بالظبط كده انا شفت حد جاوب. هو فعلا ان الفانكشنال احنا اتفقنا ان هو بيبقى انفولفد تبع البري رينال، وان هو برضه عشان اقول ان هو فانكشنال لازم ما يبقاش فيه سيدمنت، يعني ما فيش كاستس. هنا وجود الكاستس ما ينفعش في الحاله ديت اقول ان دوت فانكشنال دامج، ولكن في الحاله ديت هو اكيوت انترستيشال اكيوت تيوبولار نيكروزس اللي هو من النوع الانترنسك. طيب نفس الكيس ديت السؤال بيتسال بيقول which of the following medications is best to discontinue at this time؟ اوقف له الليسينوبريل، اوقف النابوكسين، اوقف الميتفورمين والليسينوبريل، اوقف الميتفورمين والنابوكسين والليسينوبريل. برضه هسيبكم نص دقيقة عشان تحاولوا تفكروا. هرجع للكيس تاني. السؤال اوقف اني دراجز من اللي البيشنت بياخدها؟
طيب خلونا نجاوب. هو السؤال هو بيشوف ايه الادويه اللي ممكن تقف. طيب خلونا نجاوب مع بعض. احنا اتفقنا ان من احد الاستراتيجيز الاساسيه في المانجمنت بتاع الاكيوت كيدني انجري ان انا لازم اوقف اي دواء نيفروتوكسيك في الشخص دوت، تمام كده؟ طيب سواء الدراج دوت بيعمل دايركت نيفروتوكسيستي او ان هو بيغير الهيمودينامكس اللي موجوده في الكيدني دي او الهيمودينامكس عموما. لو احنا جينا نبص على الدراجز اللي هو بياخدها، احنا عندنا ان هو بياخد نابروكسين نان ستيرويدال انتي انفلاماتوري، تمام كده؟ وبعد كده بياخد لسينوبريل عشان الهايبرتنشن اللي هو ايس انهبيتور. ولو رجعنا تاني في الفانكشنال اكيوت كيدني انجري هنلاقي الاثنين دولت ممكن يعملوا لي فانكشنال اكيوت كيدني انجري. ليه؟ لان النابروكسين بيعمل انهبيشن للبروستاجلاندين، فبالتالي مش هيبقى فيه فازو دايليشن في الافرنت ارتريول. طيب بالنسبه للايس انهبيتور اللي هو لسينوبريل هيبتدي ياثر على الانجيوتنسين 2 يعمل له انهبيشن، ففي الحاله ديت ايه اللي هيحصل؟ مش هيبقى فيه كونستريكشن في الافرنت ارتريول، يبقى اذا في الحاله دي هيبقى فيه لوس في الهيدروستاتيك بريشر، ودوت ممكن ياثر برضو على الجلوميرولار فلتريشن ريت. يبقى اذا اللسينوبريل والنابروكسين لازم يقف. يبقى اذا انا عندي كده الاجابه لو شفنا مع بعض، عندي الاجابه اللي هي اللسينوبريل والنابروكسين، بس عشان اوقف النابروكسين واللسينوبريل الاجابه بتقول كمان اوقف الميتفورمين. فعلا دي معلومه ممكن تبقى جديده شويه او بالنسبه لكم، ان من احد الكونترا انديكيشنز اللي انا مش ينفع استخدم معاها الميتفورمين ان لما بيبقى الشخص عنده رينال انسفشنسي او مشكله في الكدني لازم اوقف الميتفورمين عشان بيزيد ريسك حاجه اسمها لاكتيك اسيدوزيس. بمعنى ان الميتفورمين زي ما انتم عارفين بيستخدم عشان يعالج الدايابيتس، المفروض ان هو بيصاحبه زياده في اللاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده في الاشخاص الطبيعيين الكيدني بتبتدي تعمل له اكسكريشن، لكن الاشخاص اللي بيبقى عندهم مشكله في الكيدني لاي سبب من الاسباب زي الشخص اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي يبتدي يحصل اللاكتيك اسيد ده اكيوميليشن، تبتدي البي اتش بتاعه البلاد تقل، يبتدي يعمل عندي اسيدوزس، والاسيدوزس ديت فيري دينجرس وبتبقى فيري توكسيك للخلايا. يبقى اذا في الحاله ديت لازم اوقف كمان الميتفورمين لفتره لحد ما اعمل كوريكشن للاكيوت كيدني انجري، وبعد كده ممكن يبقى الميتفورمين ارجعه تاني، بس في الحاله ديت زي ما اتفقنا الميتفورمين لازم يقف عشان اتجنب اللاكتيك اسيدوزس. برضه الميتفورمين زي ما هنعرف بعد شويه ان في حاله الناس اللي بياخدوا الراديو كونتراست داي لانها بتعمل اكيوت كيدني انجري او دراج انديوزد كيدني دامج لازم اوقف الميتفورمين فتره قبل ما اخد اللي هو الاكيوت الراديو كونتراست ميديا عشان برضه ما تعملش لاكتيك اسيدوزس. النابروكسين واللسينوبريل لازم يقفوا عشان بيعملوا لي فانكشنال اكيوت كيدني انجري دامج. طيب برضه نفس الكيس اللي معانا، السؤال اللي بعد كده which one of the following interventions is most appropriate at this time. الشخص اللي احنا معاه دوت بقى خلاص احنا عملنا ايه؟ احنا حددنا نوع الاكيوت كيدني انجري، قلنا ان هي انترنسك، بعد كده خدنا اول خطوه ان انا اوقف النيفروتوكسيك دراجز اللي هو بياخدها. السؤال اللي بعد كده اعمل له ايه؟ هل اديله انترافينوس نورمال سلاين اللي هو 9% صوديوم كلورايد، ولا اديله هيدروكلوروثيازايد، ولا اديله فروسيمايد اللي هو نيو دايوريتيك، ولا اعمل فلويد ريستريكشن يعني اقلل من كميه الفلويدز. يبقى تاني الاختيارات المتاحه قدامي ان انا اديله انترافينوس انفيوجن من اللي هو الصوديوم كلورايد اللي هو نورمال سلاين، ولا احط هيدروكلوروثيازايد، ولا فروسيمايد اللي هو نيو دايوريتيك، ولا فلويد ريستريكشن. تاني انا هعرض الكيس بحيث ان اللي عايز يفكر هقول لكم الاختيارات تاني. ادي للشخص دوت صوديوم كلورايد نورمال سلاين، ادي للشخص دوت فوسيمايد، ادي للشخص هيدروكلوروثيازايد، ادي للشخص واعمل فلويد ريستريكشن. طيب انا شايف ما شاء الله ان نسبه كبيره مجاوبه صح او مختار الاجابه سي، الاجابه سي اللي هي الفوسيمايد اللوب دايركت. خلونا الاول نفكر أي ليه انا استبعدت الاجابه ايه؟ الاجابه ايه بتقول ان انا عايز ادي الشخص دوت فلويدز. اذا كنت انا بقول هنا في الكيس ان الشخص ده عنده ايديما
وعند بالمونري كونجستشن نتيجة الديكلاين اللي حصل في الكيدني فانكشن دوت، ابتدى يحصل هايبر فوليميا، ابتدى يحصل نوع من انواع الفلويد ريتنشن. يبقى انا لو اديت له انترافينوس سلاين في الحالة ديت انا بعمل وورسنينج للايه؟ بعمل وورسنينج للقصة كلها. يبقى اذا انا مش ينفع اديه ايه؟ مش ينفع اديله سلاين في الحالة دي. يبقى عشان كده احنا استبعدنا اللي هو الصوديوم كلورايد. امال امتى كان الصوديوم كلورايد ينفع؟ لو كان عندي بري رينال مصاحب بفوليوم ديبليشن، في الحالة دي كان ممكن افكر في الصوديوم كلورايد. يبقى اذا الحاجة الاولانية اللي انا لازم افكر فيها ان الفلويد اوفر لود اللي موجود مش ينفع ان انا استخدم معاه ايه؟ مش ينفع ان انا استخدم معاه اللي هو الصوديوم كلورايد. طيب بعد كده عندي فلويد ريستريكشن تنفع او تنفع، وعندي دايريتكس تنفع. طيب اختار اللون الاول. اتفقنا ان انا عندي كلينيكالي دايما الفيرست تشويس بتاعي الدايوريتك. وليه الدايوريتك هنا هيبقى له قيمه؟ لان الشخص هايبر فوليميك، في نفس الوقت الشخص انيوريك. يبقى اذا الدايوريتكس هتبقى مفيده، هتساعدني ان الشخص ازود اليورين اوت بوت بتاعه، في نفس الوقت ان انا اقلل الفلويد اوفر لود اللي موجود والاديما اللي موجود. تمام كده؟ طيب اختار الهون. لا، قلنا ان الدايوريتكس هي الاساس، هي الفيرست تشويس. ولما يبقى في فيلير بالتريتمنت بالدايوريتك، في الحاله ديت ابتدي ادور على فلويد ريستريكشن. صار عندي السؤال الاخير، طيب اختار اللوب دايوريتكس اللي هي زي الفوسيمايد ولا اختار الثيازايد دايوريتك؟ لا، اتفقنا ان الثيازايد دايوريتكس مش هتبقى افكتيف للاشخاص اللي عندهم رينال انسفشنسي، ففي الحاله ديت هيظل الفوسيمايد هو الاختيار المناسب في حاله البيشنس دي. تاني الصوديوم كلورايد في البري رينال لما بيبقى دوت مصاحب بالفوليوم ديبليشن، واحنا اتفقنا ان في البري رينال انا محتاج اعمل كوركشن للمشاكل اللي عندي. فلو كان لي فوليوم ديبليشن نتيجه دي هايدريشن او فقد كميات كبيره من السوائل، ساعتها ممكن ادي اللي هو الفلويدز ديت زي السلاين. في سؤال بيسال هو ليه الشخص دوت عنده اديما؟ طبعا الاديما جايه ان في ديكلاين في الكيدني فانكشن، يعني معناها ان الكيدني ما بقاش عندها قدره ان هي تعمل اكسكريشن للووتر والفلويدز اللي موجوده، ما بتخرجش اللي هو ما بتعملش اكسكريشن للفلويدز، فبالتالي الديكلاين دوت ابتدى يعمل فلويد ريتنشن. فلما بيبقى في فلويد ريتنشن دوت بيبان على هيئه اديما، وفي نفس الوقت عندي بالمونري كونجستشن. في اي اسئله ثانيه بخصوص الموضوع دوت؟ ماشي يا جماعة، احنا ممكن نكتفي لحد كده النهاردة ان شاء الله. وان شاء الله لو في اي حد دلوقتي عنده اي اسئلة ممكن تكتبوها وانا هحاول اجاوب عليها ان شاء الله. انا يا جماعة بس مستني الاسئلة. أنا إلى الآن ما لقيتش غير سؤال اللي هو الفرق ما بين الكاستس. في أي أسئلة تانية بحيث إن احنا نجمعهم؟ أنا بكتب معاكم الأسئلة بحيث إن احنا نجاوبها مرة واحدة إن شاء الله. يعني انا حاولت ان انا اكتب لكم كده ايه المقصود بكلمه كاست، زي ما انتم شايفين كده على الوايت بورد اللي قدامنا. الكاست عباره عن سلندريكال فورمز تتكون من بروتين، ممكن تبقى ويز او بيزاود سيلز. بتاخد الشيب بتاع الكولكتنج تيوبولز اللي هي المكان اللي بتتكون فيه. الكاست لما بتبقى بدون خلايا تسمى هي لاين كاست، بتتكون من نوع من الميوكوبروتينز اللي هو اسمه تام هورس فول. ديت بتبقى سكريتد بالرينال تيوبيولز.
يبقى دوت النوع اللي هو اسمه اللي هي لاين كاست، لما بتكون فري اوف سيلز اللي هي عباره عن بروتين بس. ممكن الكاست ديت تبقى فيلد ببعض الخلايا زي لا هو مش بيدل على مرض معين ولا حاجه، هو ديت ممكن تبقى انديكيتور على ان في انترنسيك دامج. ديت طبعا عباره عن بيبان، ديت عباره عن دي ميكروسكوبيك اناليسيس، يعني ما بيبانش بالعين المجرده زي ما حد سال، لا ديت هي عباره بتبان بالميكروسكوبيك اناليسيس، دي ملهاش دعوه بعقاره البلو خالص. يبقى اذا زي ما اتفقنا ديت عباره عن سيدمنت، دي لو حد يبص على التحليل بتاع اليورين هيلاقي تحت الايتم بتاع السيدمنت هيلاقي كلمه اذا كان في بوزيتيف او نيجاتيف او اذا كان في ايبيثيريال سيلز. برضه ممكن تبقى الايبيثيريال سيلز ديت موجوده في بعض الحالات زي مثلا الكونسنتريتد يورين، الحاله ديت ممكن يظهر معاها بعض الكاستس. احنا اللي بيهمنا في الكاستس ديت ان ممكن تبقى في بعض الاوقات الكاستس دي فيلد وبعض الخلايا زي الار بي سيز او زي الوايت بلاد سيلز، فبتبان على هيئه جرانيولار كاستس، وديت اللي هي بتعمل انديكيشن ان في اكيوت كيدني انجري دامج او ان هو في تيوبولار دامج زي ما احنا شفنا في الكيس اللي كانت قدامنا ديت. يبقى دوت هو المقصود بالكاستس او الفروقات اللي ما بين الكاستس ديت. السؤال اللي هو من التحاليل ازاي افرق بين حاله جايه لي اكيوت ولا كرونيك، المقصود هنا بالاكيوت كيدني انجري او اللي هو الكرونيك كيدني ديزيز، هل دوت هو المقصود بالسؤال ده؟ دوت احنا قلنا دوت بيبقى تعريف او التعريفات بتاعه الاكيوت كيدني انجري والكرونيك كيدني ديزيز، دوت بيبقى مرتبط بحاجتين، مرتبط بالماركرز اللي بتدل على الكيدني فانكشن، ودوت احنا قلناه في اول سلايد خالص لو انتوا رجعتوا معايا للسلايدز الاولانيه كان من الاستراتيفيكيشن بتاع الكيدني انجري نفسه. احنا كنا عبرنا عن الكيدني انجري دوت بكذا ماركر اللي هو الجلومرال فلتريشن ريت والسيرم كرياتينين او اليورين اوت بوت بتاع البيشنت. لو انا عايز اتكلم على حاله اكيوت يبقى في الحاله ديت انا بتكلم على حاجه ما بتزيدش عن ايام او بتزيد عن ساعات او اسابيع ماكسيمم. لكن لو حصل مثلا على سبيل المثال ان الحاله ديت ابتدت تبقى اكتر من 3 شهور في السيرم كرياتينين بتاعي عالي، في الحاله ديت انا بتكلم على كرونيك كيدني ديزيز، ما بتكلمش على اكيوت. الاكيوت ديت بتبقى من اسمها حاله بتحصل في وقت قصير او في فتره صغيره زي الكيس اللي احنا اتكلمنا عليها اثناء عمليه الايه الادميشن نفسها. يعني واحد زي ما انتم شفتوا دخل المستشفى، وبعد ما دخل المستشفى في الانتنسيف كير يونت فجاه كده قامت الايه؟ قامت السيروم كرياتينين عالي في خلال يوم او يومين. اما الكيدني دامج اللي هو الفتره اكتر من 3 شهور سواء في دامج ستراكشرال او فانكشن، سواء معاك كيس في البلومر فلتريشن ريت او ان البلومر فلتريشن ريت فضل اقل من 60 مللي على المينت لمده اكتر من 3 شهور زي ما احنا عرفنا في اللي هو الاستراتيفيكيشن او في التقسيمه، يبقى في الحاله ديت اسمه دوت كرونيك كيدني ديزيز. الاكيوت زي الكيس اللي احنا عرضناها دي حاجه بتحصل في خلال ايام او في خلال. سؤال بيقول دي ممكن استخدمها لمعرفه وظائف الكلى، انا بصراحه مش فاهم السؤال، ايه اللي ممكن استخدمها؟ في سؤال اللي هو المايكرو البيمينوريا. يعني هو المايكرو البيمينوريا عموما دوت احنا اتفقنا من شويه كنا قلنا ان الالبيومين او اللي هو البروتينز المفروض ان هي ما بتظهرش في اليورين، بتظهر بنسبه صغيره. المفروض ان النورمال البيومين اكسكريشن في اليورين بيوصل لحوالي 30 اقل من 30 مللي جرام في ال 24 ساعه، والسبب في كده زي ما اتفقنا ان هو حتى لما بيحصل فلتريشن بيبتدي يحصل ري ابزوربشن للبروتينز اللي هي حجمها بيبقى صغير. امال المشكله بتظهر امتى؟
المشكله بتظهر لما بيبقى فيه كرونيك كيدني ديزيز، بيبتدي يحصل نوع من انواع الدامج في البيزمنت ميمبرين اللي موجود في الجلوميرولوس، وهو دوت اللي بيسمح ان البروتينات اللي كانت قبل كده ما بتعديش من خلال الجلوميرولوس ابتدت تعدي نتيجه الدامج اللي حصل دوت في الكرونيك كيدني ديزيز، وهو دوت بنقول عليه الهول مارك او العلامه الاساسيه للشخص اللي عنده كرونيك كيدني ديزيز. عشان كده بنقول ان لو ابتدى الليفل بتاع اللي هو الالبيوم يزيد من 30 ل 300 مللي جرام على 24 ساعه، ده اسمه مايكرو البيومينوريا، او ان هو يبقى فيه اوفر بروتين يوريا، يعني كميه كبيره من البروتينز ابتدت تظهر لدرجه ان هي اكتر من 300 مللي جرام على 24 ساعه، ده اسمه مايكرو البيومينوريا، ودوت زي ما انا قلت ممكن اشوفه فعلا في الحالات اللي هي فيها اكيوت اسف كرونيك كيدني ديزيزز، لازم دي علامه من العلامات او من الحاجات اللي انا بستخدمها. دوت معناه ان هو في فراكشر كيدني دامج، وفي نفس الوقت دوت برضو بروجريشن اكتور، ودوت بيبقى في الكرونيك كيدني ديزيز اهم من الجرانولار فلتريشن ريت، لان ممكن يبقى في البيومينوريا، يعني في البيومين ظاهر في اليورين، حتى ان الجي اف ار ممكن يكون طبيعي. يبقى اذا ديت من العلامات المهمه جدا اللي بتبقى بتبين لي اذا كان الشخص دوت عنده كرونيك كيدني ديزيز. تاني على الوايت بورد هتشوفوا القيم اللي انا قلتها. قلنا ان النورمال البيومين اكسكريشن بيبقى اقل من 30 مللي جرام على ال 24 ساعه. المايكرو البيومينوريا ديت لو كان من 30 ل 300 مللي جرام على 40 ساعه، والمايكرو البيومينوريا لو كان في 300 مللي جرام على ال 24 ساعه، وديت زي ما اتفقنا بتفيدني في عمليه البروجريشن، وكمان بتبقى انديكيتور من حاله الكرونيك كيدني ديزيز. في سؤال بس خاص ب لازم نوقف الميتفورمين، لازم نوقفه قبل الصبغه للكلى. لا، هو مش الصبغه للكلى، هي ريدي كونتراست ديت، دي كونتراست ميديا بتستخدم في اي حد بيعمل ايميجنج بروسيجر، سواء بيعمل ماجنتيك ريزونانس او بيعمل اي تكنيك بيحتاج فيه الانجكشن بتاع الكونتراست ميديا ديت. المشكله ان احنا لو ربنا احيانا، وكملنا في المحاضره الجايه هنتكلم بالتفصيل عن حاجه اسمها الدراج انديوزد كيدني دامج، منهم الكونتراست ميديا دي بتعمل لي نوع من انواع اللي هو الاكيوت كيدني دامج. المشكله ان الميتفورمين دوت الاشخاص الطبيعيين لما بياخدوا، اتفقنا ان هو بيزود لي نسبه اللاكتيك اسيد في اللي هو البلط، ما بيبقاش مشكله عند الشخص الهيلثي، لان في الشخص الهيلثي اللي بيقدر ان هو يعمل اكسكريشن لكميه اللاكتيك اسيد اللي متكونه ديت. الاشخاص اللي بيبقى عندهم بور كيدني فانكشن، زي واحد عنده اكيوت كيدني انجري او واحد بياخد راديو كونتراست دار، يبقى في الحاله ديت لازم اوقف الميتفورمين عشان ما يحصلش لاكتيك اسيدوزيس. الميتفورمين ده بوقفه فتره صغيره، وابتدي اعمل له ري انيشيشن تاني بعد 48 ساعه، بعد ما اكون اتاكدت ان الكرياتينين رجع تاني لمعدله الطبيعي. يعني معناه ان اللي هو الاكيوت كيدني انجري اللي حصلت من الريديو كونتراست ابتدى يحصل لها ريكفري، وابتدى الجسم يرجع لوضعه الطبيعي تاني، والكيدني تقوم بالوظيفه بتاعتها، ساعتها اعمل ري انيشيشن تاني للميتفورمين. في سؤال، النقرس بيبان في التحاليل بانه زياده نسبه البروتين، هو النقرس اللي هو الجوت، وهو دوت اللي بيدل عليه اللي هو اليوريك اسيد. عشان كده اليوريك اسيد هو من الحاجات الاساسيه، او الهايبر يوريسيميا هي اللي بتبقى مسؤوله عن الجوت مش البروتين. انا بشكركم يا جماعه لانكم اديتوني من وقتكم، واتمنى ان شاء الله ان انتم تكونوا استفدتوا من المحاضره، وان شاء الله اشوف تاني على خير ان شاء الله لو كان في العمر بقيه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. نشوفك على خير يا جماعه ان شاء الله.